مدنيين ومعدين بدنيين وأسست التنظيم المدنية وطلبة جامعيين أيضا. دونك في إطار التواصل عبر عن بعد وفي إطار سلسلة من المحاضرات اللي كنا بدينا هذه مدة من خلال يعني منذ انطلاق الحجر الصحي، دونك أعضاء الخلية ارتأوا أنهم يستمروا في هذه سلسلة المحاضرات العلمية لما فيها من إفادة للجميع. وتقريبا وصلنا للمحاضرة رقم 18. دونك باسمي وباسمكم كاملين كنرحبوا بالأستاذة والدكتورة عائشة بوفين على قبول الدعوة والحضور معنا في هذه المنصة العلمية. نتمنى أننا نستافدوا من التجربة ديالها والمعلومات والمعارف اللي غادي تفيدنا بها ولا تقدمها لنا، خصوصا في مجال التخصص ديالها. دونك نتمنى لكم جلسة ممتازة مليئة بالمعارف والمعلومات. نتمنى أننا نشوف المجال التخصص ديالنا اللي عودتنا عليه. دونك نعطي الكلمة للسيونس باش يعطينا البرنامج ديال البرنامج والخطوات اللي غادي تمر فيها هذه المحاضرة. تفضل السيونس. مرحبا بكم جميعا في المحاضرة رقم 18 من سلسلة محاضرات علمية اللي كتنظم على سيل ديال البريباراتور فيزيك في الريجيون ديال سوس ماسا. كنرحب بجميع الإخوان وكنتمناو لكم يعني استفادة كبيرة مع الأستاذة والدكتورة عائشة بوفيم اللي كنشكروها بالمناسبة على روح تقاسم المعلومة وعلى يعني الرغبة ديالها أنها تشارك معنا واحد الموضوع اللي جديد في المغرب. نقدر نقولوا يعني من الأوائل، احنا من الأوائل اللي غادي نهضروا على هذا الموضوع وغنطرقوا ليه، اللي هو الأوتوكينيزي، اللي هي اون ثيرابي مانيول qui vise à réajuster les segments corporels au mouvement et en pleine tension. يعني هذا موضوع جديد اللي بداو فرق في اوروبا وفي امريكا، فرق احترافيه كيلجؤوا ليه نظرا للاهميه ديالو والتاثير ديالو على لا بيرفورمانس اون جينيرال. دونك في هذه الامسيه هذيك انا معنا الدكتوره عائشه بوفيم، ممبر ريسبونسابل دو لا ريشيرش سيانتيفيك sportif au sein de l'Académie marocaine de coaching mental et sportif, pharmacienne, naturopathe, hygiéniste, inspectrice à la direction du médicament et de la pharmacie, doctorat en pharmacie, spécialisée en détoxification, diplômée en nutrithérapie, diplômée en posturologie et orthokinésie en dynamique. Adarish Ouyamen Bzef, Sevet Barkla Twail ou Khibra Kbira Filmeidan. كنتمنوا ليها مقام سعيد معنا ومرحبا بها، كنشدوا الترحاب بها وكنقول لها شكرا على يعني تلبيه الدعوه ويعني والروح الكبيره اللي عندها ديال انها تقاسم المعلومه مع الاخوان. كنرحبوا بك استاذه، تفضلي اكتيفي الميكرو ديالك وتقدري تبداي. بون كنسمعوك دكتوره، كنسمعوك. شكرا، سمحوا لي. ماشي مشكل. الله يجزيكم بخير. سمحوا لي، السلام عليكم. شكرا جزيلا أستاذ الفاضل سي إلياس على الكلمة الطيبة، وشكرا. أنا لي شرف باش نكون معكم اليوم، أنا فرحانة وتنشكركم على أمنتون أنكم جيتوا تحضروا باش نتقاسموا كاملين إن شاء الله هاد المعلومات اللي تنتمنى من الله تروحكم. تسلم على الحضور الكريم كامل اترافيغ لو بلاطو. تنشكر كوتش اجنوي اللي تبارك الله ان تريزور المعلومات، واستاذي الفاضل تنتعلم عليه الكثير وتنشكره بزاف اللي كان هو يعني لو ليان باش نجي اليوم نحضر معكم ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي غنبداو بهاد لوكتوكينيزي. هي يعني شنو هاد لوكتوكينيزي؟ هي واحد الاناليز على بوستيو اون ديناميكي اون ستاد. من بعد غادي نمشيو نشوفو لو بلان، لو بلانش تيبينا غادي نحدو شنو هي لوكتوكينيزي، ابخي غنشوفو شنو تعني لنا لا بروبريوسيبسيون، ومن بعد غادي نشوفو شنو هما اللي تيديو لينا باش يكون عندنا ان بوستيغ ديفي اي ديزيكيليبغي. كاينين لي بازيك وكاينين شي حاجه اللي تتكرس لينا هذوك لي بازيك لي زامبليفيكاتور. ومن بعد نشوفو كيفاش تيدار لو بيلون بوستيغال، وناخذ واحد افكار في لا ريديكاسيون، وافون لا كونكلوزيون كلكو كونساي ا سويفر ان شاء الله. غادي نحاول نكبر ليكرون، نتمنى من الله هذا باش تشوفوا مزيان. دونك لوغتوكينيزي بار ديفينيسيون اورتو تتعني مستقيم دغوا، يعني موفمون.
وهاد الاوتوكينيزي هي واحد لا بغينا نقولوا واحد العلم او الديسيبلين اللي ما قديمش بزاف جديده، ونقدروا نقولوا هاد لا بوستيرولوجي عندها واحد 30 داني، وكانوا دي زيتود دو ريشيرش داروا هادوك لي زيتود ولي ريشيرش اللي داروا. كل مره كاين هذاك الميدسا انت شفتيه يدير لاناليز تاع لو تتبان لي ان لا بوستور اللي تقادات ولا تيقادو مثلا لا بوش تتبان لي، ودرتي كولكت دي دوني اللي عطاتنا هاد لا نوفيل سيونس اللي هي لورتوكينيزي. غير هي هاد اون جينيرال كونت اون بار دو بوستورولوجي بحال نقولوا سي تامون لي تري اوروبيان، يعني كونت اون بار بوستور يعني بحال تنديروا لاناليز لا بوستور وهي اون ستاتيك ماشي اون ديناميك. Quand on parle de la bio-orthokinésie, il y a l'association de la biomécanique américaine. هذيك لا بيوميكانيك هي يعني داك العلم تاع لا بيوميكانيك وفي الحركه ويعني والمعلومات تاع لا بوستيرولوجي، وهاد لاسوسياسيون هي اللي خلات هاد لاورتوكينيزي. والاورتوكينيزي سي اون ديسيبلين لا بغينا نقولوا فوندي بار مسيو كريستوف اوت، وهاد مسيو كريستوف اوت دار بليزيوغ ديبلوم هاد الميدان تاع لورتوبيدي في فيزيوثيرابي في لوستيوثيرابي البودولوجي. هو تيقرا هو تيحس ان كاينه شي حاجه اللي محتاج يفهمها، وهذاك اللي غايفهمها كاين واحد لو فوسي وتيقلب، وواحد النهار تيشوف راسو تيعطي دي كونسي، تيشوف راسو تيعطي داكشي كاع اللي قرا، ومن بعد كاينه لا روشوت ابري لا يعني لا ثيرابي. دونك الى ليكيتي واحد الوقت صافي بانت لي انه تيقول لك اسكون فون دي فون ما عجبوش الحال. ابخي واحد النهار هو تيمشى لواحد لو سونتر تاع لايرونوتيك، هو يبان ليه واحد ليل، بان ليه واحد ليل يعني جناح طائره، وهذاك جناح طائره بان ليه افازو تاع واحد الماده بوليكربونات، وهذيك اش تدير بحال تتفيبري وتتبقى تهبط وتطلع يعني ماشي ريجي. هذيك عطاتو فكره كوكوا غادي تسهل عليه في داك في لابودولوجي، ومن تما بدا عاوتاني لا ريشيرش تاعو وبدا تي هذا، ويلا فوندي سا ثيرابي اللي فريمون ان شاء الله حنا اوفيغ ميزيون غادي نعرفوا المزايا تاعها. دونك نعرفوا شنو هي لا بروبريوسيبسيون باش ملي نهضروا على لا بوستور نعرفوا واش كاين. دونك حنا بحال الحواس تاعنا لي سانك سونس، كاين تاع لودوغا تاع الشم وتاع حاسه تاع السمع وحاسه تاع اللمس والذوق، يعني تاع هذا واحد لورغان تاع هو اللي نسميوه ان اورغان بارتيكولي اللي تنسميوه تيعطيونا بحال نقولوا واحد لونتين، وهذا لورغان اللي فيه عنده بليزيور ريسيبتور كابتور بارتو، وتيكونوا غالبا في لو موسكل، تيكون في لابو، تيكون في لي طوندون لي ليغامون. واش تيعطينا هاد لورغان دو بروبريوسيبسيون هو اللي تيعطينا كيما حاسه الذوق، تتعطينا لا كونسيونس تاع داك لوغو اسيد ولا سالي، وهذا حتى لورغان دو لا بروبريوسيبسيون تيعطينا داك لا كونسيون كوم سوا حنا واقفين وحنا في الحركه، ويعني اما حنا واقفين في ليسباس واحد لا بوزيسيون في ليسباس، او ميم طو حتى بغينا نديرو الموفمون داك الحس الحركي داك لا كينيستيزيك تنحسو بها غنديرو موفمون، وهذا هو لورغان اون بليس افيك الحواس لي زورغان تاع لو سونس تاع الحواس، يعني ملي تيتجمعوا تيعطيونا هذا الاحساس كيفاش حنا بوزيسيوني في ليسباس، سورتو لو عند هذاك لي كابتور بروبريوسيبتيف، ولكن اللي تيعاوننا وهذا هو هاد لا بوزيسيون تاع هاد لي كابتور وهاد لي زون بحال نقولوا دي زونتين ولا دي ريسيبتور لي او نيفو تاع لا بو لو موسكل لو طوندون لي ليغامون. نتمنى من الله غير باش نعرفوا هاد الفكره تاع لا بروبريوسيبسيون. دونك الا كانت عندنا لا بروبريوسيبسيون ما مقاداش عندنا بروبليم دو ديريغلومون دو سيستيم بوستورال. دونك شنو هي لا بروبريوسيبسيون؟ تيجي واحد لو فلي ولا انفورماسيون من برا وتدخل داخل اترافير هاد لي ريسيبتور وتدخل الجهاز العصبي يعني لا بواط نوار وتتكون تريتي، ومن بعد تترجع لينا ان افيكتور ولا ايميتور اللي غادي يمشي لنا او نيفو د الحركه او نيفو موسكولير اللي غنديروا شي حركه. اذا لا كانت هذيك لافورماسيون عندنا هذاك جايه ديجا ديفيي من الاول تيجي او نيفو تاع لو سيستيم نيرفو اي ني با بيان انفورمي اي ني ديز انفورمي، ومن بعد لا كوموند تتكون اي موفيز كوموند باش يعطي لك في افيكتور و كيسكو واش غتكون عندنا اون فا كوم كونسيكونس اون فوار اون بيرتورباسيون دو ليكيليبر بوستورال، ومن تما فاش تكون عندنا هاد لا بيرتورباسيون دو ليكيليبر بوستورال من تما تيوليو عندنا مشاكل كثار واللي غنشوفوهم ان شاء الله ديورون لا بريزونطاسيون، وتتادي حتى لتروبل فونكسيونيل، يعني يقدر يكون شي مشكل عضوي وظيفي او نيفو تاع او نيفو مثلا غير لا ريسبيراسيون. اذا كانت عندنا بوستور هذا تكون مشكل لا ريسبيراسيون، ولا كانت عندنا بوستور دي زيدي كيلو تقدر يتاثر علينا تاع لو مونطال تاعنا، لو مونطال تيتاثر غير بلا بوستور.
نشوفوا لي كوز دي تروبل بوستورو، كاينين كيما قلنا لي فونداسيون، ومن بعد نشوفوا لي زامبليفيكاتور شكون هما هذوك لي كوز برينسيبو برينسيبال اللي كاينين. كاين لا بوش، كاين لي زيو، كاين لوغي، ومن بعد لو بي. وحنا دائما كنا تنقولوا اللي معروف عندنا هو لوغي، هو لو سونتر دو ديكيليبر دائما. وحتى الرجل تنقدروا نفكروا فيها، راه الا كانت الرجل ديزيكيليبري سي سيغ راه لو كور غيتبع الرجل. ومن بعد غادي نشوفوا افيك لا ريشيرش وافيك لا كولاك دي دوني غنعرفوا ان حتى لا بوش ولي زيو عندهم واحد الدور كبير في ليكيليبر تاع لا بوستور. وهنا باش غنهضروا او ميم طون غناثروا لي بما اننا في ميدان الرياضه، يعني غنشوفوا كيفاش هاد لا بوستور تتاثر على لا بيرفورمانس. غادي نحاولوا نفهموا لو كور تاعنا، ولو كور تاعنا الا بغينا نقولوا الا كان بيان اليني تيكونوا هاد لي كيوب بحال دابا هذا كاينين الي بيان اجوستي بحال الي ديفيزي اون كيوب و لي كيوب سون بيان اجوستي يعني ريكتيلين اليني باش يكون هاد الخط مستقيم. هنا هنا سي لا بوستور نورمال اللي با ديزيكيليبري و تتكون بيان ايكيليبري. من بعد نقدروا نلقاو مثلا هاد لا بوستور يعني الفوق مزيان، ولكن تنجيو حتى الارجل وتتكون حتى هي ني با بيان ايكيليبري اي لي ديفيي بارابور ا لاكس. ولا الراس، الراس يكون غادي للامام يعني واحد لا كوربيغ في لو كو، ومن بعد الراس منحني تتكون لا تي ديفيي. كاين هنا واحد ليكيليبر وهو بحال نقولوا غير ان ايكيليبر ابارون، اما في الاصل راه ماشي انك ان ايكيليبر جوست بحال هاد لي ريكتيلين غير كون ميم لو كور اريف ا سو كومبونسي. وهنا تتكون لا تيت ديفيي لو كور اريف ا كومبونسي مالغري ان سيركو دينيرجي. على السيركو دينيرجي حيت هنا نورمالمون فاش تكون هاد ليطا نورمال ما تيدخلوش لي ميسكول غادي يعاونوا لو كور، ولا تيدخلوا لي ليغامون باش يقبضوا لو كور، يعني غير داك لي فاسيا وداك لالور بوستورال عاديه راه تتقبض لينا ليكيليبر. الا كان هاد لو ديزيكيليبر راه ما كاينش عندنا ليكونومي دي انرجي، وهنا لوغ دان ليفور باش تيترنا لا بيرسون سوفر ملي راه يجي يدير ليفور هذا غادي يبان ان راه كاين ان ديزيكيليبر اي با سوفرير. وهنايا ايماجينو كون شي ان جوور ولا ان اتليت اللي تيدير شي موفمون تيدير لاتليتيزم ولا لونترينمون تاعو وعندو هاد ديزيكيليبر فريمون اي با سوفرير و اي با اجور سور سا بيرفورمانس. وكاين اللي هنا فريمون هذا كله ديزيكيليبري لو كور ناريف با ا كومبونسي في هاد الحاله و لي بيي سون ديفيسيون لي دو اكستريميتي سون بيرتوربي كاملين في اي بارتي لي بيرتوربي و لو كور اي اون ليت بيرمانونت اي سوفر سون سيس. يعني هذا اي سوفر سون سيس جالس واقف تيلعب راه اي سوفر سون سيس. وهنا هادو هما اللي تكون عندهم لا دولور بزاف. واللي لاحظنا الناس دائما تيقول لك عندي بروبليم دو فيبروميالجي بروبليم دو دولور بارتو، وهي راه بعض المره راه ما كايناش شي حاجه اورغانيك غير او نيفو دو لا بوستور وداك لي طونسيون لي ريدور مسكولير تتعطينا هذيك لا سونساسيون دي دولور. والناس بعض المره تيكون لو دياغنوستيك راه عنده فيبروميالجي. هنا نشوفوا لا ميكانيك دو لا بوستور قلنا ريكتيلين، حنا ايماجينو هذا هو لي ليكوب لي مقادين كاملين لا تيت لو بي، وراه هذيك لا لين تتمشي كامله او ميليو دو كور. هنا الا كانت ريغاردون ايسي بحال دابا عندنا هاد لا تيت، لا تيت اي لي بونشي فيغ لافون بونشي بواحد لونغل دو 21.9 دوغري. دونك باش لو كور يشد ليكيليبر تاعو تينوضو هاد لي ميسكل تاع لو كو تيخدمو، وباش تيخدمو تيديرو واحد لا فورس تري سوبيريور بحال تنجرب واحد لا كورد. ولا فورس اللي غتكون بحال دابا هنا في لا بوستور هنا عاديه كاينه 14.3 هنا بريسك بلوس كو لو دوبل داك لا فورس دارت غيب ان انغل دو 21. يعني روغاردون راه لا كان ان ديزيكيليبر راه فريمون راه لو كور سوفر و تيجيو دوتر ميسكل ولا دي ليغامون كي بيان كومبونسي بور غاردي ليكيليبر في لاسباس. هنا نشوفوا ان اكزومبل اللي دائما افيك لا تكنولوجي نو بورتابل ولا تنشوفوا شي ليزوز ولا ان بوكا ملي تنقراو تنديروه في لا بوزيسيون وحنا اللي تنحنيو بحال دابا فاش تكون غير 15 دوغري بحال هازين 13 كيلو كيلوغرام لا فورس اللي خصها دار هنايا. ولا وصلنا مثلا ل 30 كيلو ان انغل دو سو ديفي دو 60 دوغري راه بحال دايرين 30 كيلوغرام في هاد لا فورس اللي خاص تخدم بها هاد لو ميسكل باش يبقى قابض ليكيليبر. وهنا تيكونوا دي طونسيون بيان سور من بعد راه دائما ا ريبيتيسيون دو بروندر هاد لا بوستور راه سا دون اون موفيز ان موفي ايكيليبر. نشوفوا لي فونداسيون اللي هضرنا عليهم توتالور. دا
باش نعرفوا احنا اللغة عندنا راه في الحقيقه الي انتيغولي. ودائما هنا تنتفكر استاذي الفاضل مسيو اجنوي تيهضر لي على لوكوتي سيستيميك سي فغي راه ما كاينش شي حاجه لان حنا ان كور اون يونيتي جلوبال راه ما كايناش بارتي بار بارتي. الا مثلا هنا تقاس لي لا بوش راه غتقاس لي تا لوغي ولا غتقاس لي تا لوي. وكاين هنا غير ان اكزومبل باش نعرفوا لانتر كونيكسيون هاد لو نير تريجيمو. هاد لو نير تريجيمو فيه لو نير اوفتالميك ها هو اللي تنشوفو وكاين لو نير ماكسيلير اللي تيكاين في الفك العلوي والفك السفلي لو نير مونديبولير وكاملين تيتكونيكتاو بعضياتهم وتيدخلوا لانتيريور بور اتر تريتي او نيفو سنترال. يعني هادي غير واحد الشوفه باش نعرفوا علاش لا بوستور تاعنا الا تقاس ان بوان راه لو كور كله تيتقاس وتيكون ان افي دومينو. هذاك الدومينو ولا طاحت وحده تيطيح كامل. هنا غير واحد لابوش سيستيمي دونك لابوش الا كانوا عنده واحد المشاكل او نيفو تاع تصفيف الاسنان ولا كانت واحد الفتحه ولا كانت واحد لا مال اوكليزيون ولا كان مشكل تاع الدقن ولا مشكل تاع واحد لارتيكولاسيون حنا غنشوفوها هنايا. فبحال دابا تيكون مثلا واحد الاسنان يعني ماشي غادي مصافين تصفيف مقاد ناتورال تيكون مثلا هاد السن العلوي تيكون فايت هاد السن السفلي لا سوبراكليزيون انسيسيف مثلا هنا ولا تتكون مفتوحه تنسميوها لا بيونس. وهنا مثلا تصفيفها هو تلقاو مثلا هنايا في الادروس كاين مقادين ولكن تجي تا لي انسيسيف هنا وتتكون هاد لوفيرتور هادو كاملين هي ساهله عندنا وما تنويوش ان هاد الشيء فعلا غادي ياثر لينا على لا بوستور ومن بعد غادي ياثر لنا على لا بيرفورمانس تاعها. لان فريمون ولا بغينا نقولوا سي لا فورماسيون يعني داك لو سيستيم تاع لا بروبريوسيبسيون سي ان سيستيم لي تري تري سونسيبل سي 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 تي نونتين il capte les informations il capte اي انفلوي il le capte. باغ اكزومبل غير انا دابا تنتكلم راه كاين هذاك لي في دو ليكستيريور عليكم و كابتي اوسي لانفورماسيون يعني راه تتاثر لداخل. كاين دابا مثلا لا مال اوكليزيون يعني كيما قلنا التصفيف كامل ما كاينش غير هنايا تنديرو مثلا لي ديفيرونت كلاس كلاس 1 كلاس 2 ديفيزيون 1 كلاس 2 ديفيزيون هذا يعني لا غرافيتي تاع لا مال اوكليزيون. ولا كيما قلنا بروغنات و غير تروغنات فاش تيكون هنا الدقن داخل وشحال منهم تيكونوا عند الوليدات سورتو لي جون طالون اللي تيكونوا باغين عند باديين وخصهم يكون عندهم اون بون بيرفورمانس الوغ كو عندهم بروبليم في لا بوزيسيون. ولا تنشوفوا مثلا يعني الفك السفلي خارج والفك العلوي داخل هذا مثلا تاع هذا راه تاثر على لا بوزيسيون. غالبا الا بغينا نشوفوا يعني لاجيستمون ولا داك لا سوبربوزيسيون تاع الاسنان تتكون بحال دابا هاد الخط هذا لي او ميليو تيكون مقاد مع هذا ويعني هادي اي لي بيان بوزيسيوني. وكاين داك لو فخا هنا هذاك واحد لو فخا لابيان اللي تكون داخل تيكون بيان سونتري. مثلا الا كانت عندنا حنايا مثلا المضغ فواحد لو كوتي دغوا بحال هذا المضغ فاش يكون هذاك لو كوتي دغوا تتكون اون ديفياسيون وهنا لو ميسكل تيكون اي لي بيان رونفورسي وهاد لو كوتي لو ميسكل ما تيكونش بيان رونفورسي. وملي ما تيكونش بيان رونفورسي ديجا هنايا غير في المضغ الا كانش اكيليبري بيلاتيرال راه تيطرنا واحد المشكل في لا بوستيور. وزياده على هذا فاش تكون مثلا حنا دائما تنعرفوا اون اكسيون موراها رياكسيون يعني داك لوس باش غيكون بيان شنو نقولوا بيان ديفلوبي يعني داك المضغ راه يل ديفلوب لوس و لوس الا كان في لو كوتي مثلا دغوا افيك لا ماستيكاسيون و لو رونفورسمون موسكولير راه حتى لوس غيكون بيان ديفلوبي في لو كوتي دغوا بارابور لو كوتي غوش. يعني غادي عاوتاني اون دوزيام فوا ان اوتر ديزيكيليبر او نيفو دو لوس و دو لا كاليتي دو لوس. دونك شنو هما الحلول اللي عندنا؟ الحلول اللي عندنا فاش تكون هاد المشاكل تاع لا مال اوكليزيون ولا مثلا عندنا مشكل تاع هذيك لابيونس ولا بروبليم تاع لاكليزيون ولا مال اوكليزيون اش نديرو؟ كاينين واحد تيتسماو لي معروفين تيديرو لا غوتيير باسيف وغادي نمشي نوريها لكم هنا ونرجعو نشوفو هي هادي ستاتيك وكاينه ديناميك. وحنا ان شاء الله اليوم غنهضروا على الديناميك وغنهضروا على لا كاليتي ديناميك وهذه هي لا نوفيل توندونس. يعني راه يعني الا بغينا لو تريتمون دائما بحال لا تنديروا بحال نقولوا تريتي لو موفمون بار لو موفمون بحال لا تنهضروا على لوميوباتي كون تريت لو مال بار غيرير لو مال بار لو مال. هنايا دائما اون تريتي لو موفمون بار لو موفمون. هنا هاد ستاتيك هي اللي تدار وتتكون دائما اون جينيرال ان بور كونتينيو
نرجعوا باش نشوفوا لي زانديكاسيون. داك شنو لي زانديكاسيون؟ هذاك لو بروكسيزم. لو بروكسيزم هو هذاك السيد اللي مثلا ولا السيده اللي تتكون بالليل وتتكون تفخط السنان بالليل بحال تيكون ان بو اونكسيو، تيكون هذا ملي كانوا تصحى تينو بحال دولور وعندك موتيت. وهذاك لو بروكسيزم ما كيعطيش واحد لو سومي ريباراتور، يعني الانسان راه نعس ولكن ناعس وهو فاتيكي. وماجينو ان جوغ اللي عنده هاد البروبليم اللي اونكسيو وتيدير بروكسيزم، الا غادي ينوض الصباح ما عندوش ان بون فورس ولا ان بون بيرفورمانس يعني ان با بيان ريكوبيري، وغادي يمشي لونترينمون. كيفاش غادي يل بو بيان سونتريني او بيان بيرسيفوار تو لي زيكزيرسيس؟ ودونك شنو لو رول تاعها؟ تتكون هنا لا ريبارتيسيون دي بريسيون، يعني فريمون هادي باسيف عندها بعض المزايا. منهم قلنا البروكسيزم، منهم داك لا بريسيون ما غاتكونش غير حيت علاش كونط اون ريبارتي لي بريسيون، يعني هذيك لارتيكولاسيون اللي بين الفكين تتسمى ATM لارتيكولاسيون تومبو مانديبولير، هذيك تترتاح داك لا بريسيون اللي في ان بوين تيرتاح وتيكون ريبارتي. ومن بعد باش ما تاثر، حيت لان هذيك الا كانت اون انفلاماسيون فيها راه بروبليم، راه تتاثر لنا بزاف وعندها علاقه بزاف مع لا بوش ومع لوي، يعني خصنا نريحوها وما تكونش امبريسيون فيها. هي غير بارمي لي كاليتي تاعها اللي فين، وتستعملوها لي دونتيست بحال وحدين لورتودونتي بور سيرتان كوريكسيون اورتودونتي، يعني كوم كوريكتور، واللي هي تتكون اون بور كونتينيو ماشي بحال الاخرى اللي ديناميك. غنشوفوا لانكونفينيون هي بحال عندها ايفي بلاتر، تنعرفوا كاع اي حد لاحظ لباس لي بحال دابا انا تنعقل على راسي كنت تهرست في يدي، الانسان فاش تيتهرس داك اني با سوليسيتي داك لو كوتي اللي مهرس لي ستر الارجل ولا لا ما تتبقى غير حابسه 45 جور. تنعقل انا لو بلاتر اللي تنديرو تعطيه لنا 45 جور، هذاك لو فيت 45 جور اني با موبيليزي، لو فيت كي اني با موبيليزي صافي بحال لو سيرفو بالنسبه لي هذاك لو كور لا با هذيك لا بارتي اني با يوتيوب. دونك ان فونكسيون با او لو فلو ما تبقاش بيناتهم. واش يترانا؟ تترانا اون بحال واحد لا فيبليس ميسكولار، اون اتروفي ميسكولار، واحد اون ديمينيراليزاسيون حتى تيولي هشاشه تاع العظام، يعني لان كما قلنا الا ما كانش لاكسيون لا رياكسيون ني با لا. دونك تترانا واحد هشاشه تاع العظام تتولي اون انستابيليتي وتولي واحد الانتفاخ ليغامونتير، هذوك لي ليغامون هذيك الاربطه تولي واحد النوع من الانتفاخ. هنا كاينه هاد الديناميك وغادي نشوفوا شنو لا كومباريزون باش نديروا الحلول لهذوك الاسنان اللي عندنا فيهم يعني ما مقادينش التصفيف تاعهم ما مقادش ولا مالوكليزيون. كاينين الحمد لله كاينين هادو بوغ لي جون، هادو يعني بحال شي حاجه بازيك ولا بوغ ان ادولت. وهنايا فاش يكون ان سبورتيف اللي عنده البروكسيزم كثير وهنا موديري، هاد موديري. دونك لا غوتيير اكتيف شنو الحل تاعها؟ هي كيسك بيرمي يل بيرمي ان ترافاي مسكولير ناتوريل، يعني بحال حيت هادو هاد لي برودوي اللي مسيو كريستوف دار انهم بحال تي يل ريسبكت لا فيزيولوجي نورمال دو شاك اورغان. دونك لا بوش لا فيزيولوجي نورمال هي دوك لا ديغليتيسيون، داك لا لونغ تكون بيان بوزيسيوني، داك لا بون ريسبيراسيون، هادو راه افيك اون ماتيير تري ميديكال pas d'effet secondaire et en même temps c'est naturel. Une amélioration de la dynamique masticatoire, un repositionnement mandibulaire, le fait qu'il t'aide, une occlusion équilibrée, yani ça aide à t'assouplir les dents, une réelle efficacité contre le bruxisme. Tu te joues le rôle li t'diro هذيك الغوتيير باسيف، والغوتيير باسيف malheureusement عندها des effets secondaires. Les troubles de l'articulation temporomandibulaire. Et Allah, alhamdoulilah, tu as des pressions à la déclarticulation. Une rééducation de la mastication, de la respiration nasale, de la déglutition et de la phonation. Tu as dit que notre. يعني هنا يقدر تساعد الناس اللي تساعدوا الناس النوت تتعاوننا. وهذا اون ريدوكاسيون دي رونفلومون، ويعني الشخير الشخير الحمد لله تتسهل علينا ملي تنديرو حنا السلايد اللي جاي غادي نديرو، ومن تما تيولي لنا عندنا اون مايور كاليتي دان سومي ريباراتور. وهنا كيما قلنا غنهضرو على الشخير، هذيك مثلا ها هي هنايا، هنا فاش يكون لا لون ايبوتونيك اي ني با تونيفي فاش تيترانا تيهبط لنا على داك لو كارفور، هذاك لو كارفور ولا لو سيركوي ايريان، و تيحبس. وهنايا فاش تنسمعوا داك الصوت يعني لير ما تيمشيش ديون فلويديتي و سون بلوكاج، هنا ملي بلوكي تتعطي داك الزفير داك الصفير شويه. هنا حنا درناها ملي درناها
لا لونغ تتولي او بالي، هذه هي في الحقيقه لا بوزيسيون نورمال تاع لا لونغ، خصها تطلع لو بالي وتيولي وتيولي اتخوا، ما تبقاش عريض وما تيبلوكيش لينا لا سيركيلاسيون. ولا سيركيلاسيون حنا كيفاش تنشوفوها هنايا كلها زرقاء، يعني اون بيل اون ان بون كارفور. L'activateur buccal contracteur le contre-carré le renflement passivement par yani d'une façon répassive le placement correct de la mâchoire tatqadha ou activement il renforce la langue yani en même temps le fait de poser la déjà تصلح لينا la respiration ولكن en même temps عندها un effet dynamique yani il tonifie la langue. ونهضروا على لو ديفلوبمون دو لا ماشوار سورتو شي لونفون. نورمالمون حنايا هاد الوقت تاعنا ودائما اللي تنعطيو لوليداتنا وهاد ستيل تاع لي فاست فود دائما سهله طايب ما تنمضغوش بزاف، ما معلميش اننا نمضغو او ميم طون الاكل تاعنا ولي كومبوت وهذا يعني ساهل، وتنعطيو للبيبي بوكو دو كومبوت وما تنعطيوش نعلموه يمضغ. هذاك لو بروبليم اش تيدينا، ما تبقاش ان ان ديفلوبمون تاع لا ماشوار، تبقى دائما داك الفم تيبدا صغير و داك وملي تيصغر نورمالمون علاش حنا محتاجين داك لا ماشوار تكبر ولوس يكبر، لانه من بعد غيجيو لي دون ديفينيتيف ولي دون ديفينيتيف في تيكونو في لو نومبر سوبيريور او نومبر تاع لو دون دو لي او ميم طون اي سون لارج، يعني نورمالمون خصنا نوجدو داك لا بوش تاع لونفون تاعنا باش ملي يجيو لي دون ما يكونوش تكون عندها شي بروبليم تاع مالوكليزيون ولا تتبقى تسنى الانتيريور ما خرجاش، ومن بعد من تما غادي يجي عندنا بروبليم تاع ليكيليبر. وعرفنا اننا دابا ديرنيغمون ان لا ما كانش واحد ليكيليبر مقاد راه حتى لا بيرسيبسيون راه مشكل، راه لقاو ان بروبليم دو ديسلكسي يعني لو روتار دابرونتيساج دو لا ليكتور، السبب تاعه هو هاد لو بروبليم دو لا بوستور. دونك نعرفوا اننا خصنا نوجدوا وليداتنا ونديروا كاع لي زوتي بريفونتيف باش ما نطيحوش في هذا المشكل. و دونك لو ديفلوبمون دي ديمونسيون غراس ا لا فونكسيون مسكولير، حيت لان لو مسكل اي لاجي سور لوس ولا لونغ فاصون لو بالي بار بريسيون، يعني من بعد داك لا لونغ حيت هذاك لا لونغ نورمالمون اي تدير اون بريسيون سور لو بالي. واللي زوينه الحاجه وانا شفتها في واحد لو سومي تاع واحد لا كونفيرونس ان لو فيت دو ستيمولي لو بالي راه اون ستيمول لو سيرفو. ونتفكروا هنا وانا تفكرت في هذاك الوقت لان في التسبيح فاش نقولوا سبحان الله هذاك لو فيت دو سبحان الله راه اون توش لو بالي، وتصور شحال وحنايا الا سبحنا و الى ريكوموندي نسبحوا كوم بيان اون ستيمول نوتر سيرفو. دونك لوغسك ميسكل لي كونتخا نوس سوني جامي لو ميسكل كي بير، يعني دائما لو ميسكل برون و لوس تا هو الى اونتر اون رياكسيون. وهنايا تتولي عندنا اون بون ريسبيراسيون نازال كي فافوريز لو ديفلوبمون اوسو. وغالبا اللي تنعرفوا عند ان اونفون ولا ان بيبي تيكون عنده بروبليم اما لا تيتين العاديه واللي هي عندها لو نقول وقت هذاك الوقت اللي تيكون لونفون اي لي كابريسيون ولا شنو تقدروا نعطيوها ليه غير هي ما نخليوهاش اون كونتيني غير باش يسكت ولا تيدير لو بوست تاعو. وفاش تيدير راك شفتوا ان لا لونغ تتولي ايبوتونيك تتهبط لو بالي تاع واج او ميم طون تيقدروا الاسنان اي فون سورتير فيغ لافون و ميم لي ليبر تاع هما تيوليو ايبوتونيك يعني تتكون واحد الليونه ما تيكونش تونيفي. وهنا وهذا هو البروبليم اللي تيطرانا عند ان بيبي. دونك هذا الشيء كامل اي فافوريز اون لونغ باس ايبوتونيك او تتادي لنا لا ديفورماسيون دونتير. الحمد لله كاين عاوتاني الحل دي فاسون، علاش هادشي تنقولو باش غتكون هكا ولا على هاد لاتيتي؟ لان بوغ موا غير باش نعطيكم المعلومه كوم كوا باش ما نوصلوش واحد النهار نلقاو بروبليم دو لا فوناسيون ولا بروبليم دو ريسبيراسيون ولا بروبليم دو بوستور ولا مثلا نوضو نديرو اون شيروجي ولا بروبليم بعد المره نديرو داك لي باك. ما بغيناش نوصلو هادشي باغ دي سامبل يعني سامبل موديفيكاسيون par des activateurs naturels, pas des mouvements naturels. Donc, il y a pour les enfants à partir de 2 ans, ils peuvent dire que c'est un style de tétine, stimulateur lingual vers le palais, stimulateur musculaire ou la proprioception, donc au niveau des dents, au niveau des muscles ou articulations. Il y a un problème mécanique, c'est un problème proprioceptif.
ملي تندخلوا بروبريوسيبتيف شتيت رانا دائما تنعرفوا ان ميسكل كاين اغونيست اونتي اونتاغونيست. الا واحد بدلا ترخى لوطخ باش يشد ليكيليبر لوطخ اي لوطخ اون غيدور ولا اون كونتراكتور ومن بعد تترنى المشاكل. كيس كيل بيرمي بيرمي دو سوبستيتوي لا تيتين كلاسيك و كلاسيك و بوس او بور اترونجي حيت كاين اللي تنعرفوا تيبقى يمص الخبز ولا تيمص شي حاجه اللي دائما خصو يديرها في فمو و دونك يول ايد على تونيسيتي دي ليف حيت اون فوا لا ليف غي لي تونيك غادي تقبط لينا فيغ لانتيريو لا لونغ و تقبط لينا شويه الاسنان. هنا غادي نشوفوا ان كا اللي هنا لا بيونس عنده افون تريتمون ومن بعد تريتمون غير بداك بهاد لي زاكتيفاتور بيكو والحمد لله ابخي دي موا ما كاين لا شيروجي الفم تقاد بون فونكسيونمون او نيفو دو لوس تتشوفوا ان بو مقاد لا بوش و ميم طون ها هي كاينه تونيفيكاسيون تاع لي ليفر وتاع لا لونغ ما بقاش هنا مفتوح لا بيونس غير باغ لي موفمون و تستيمولي و مزيانه لينا ما تنديرو حتى برودوي دار ما حتى برودوي شيميك لا شيروجي لا والو. حنا دابا اللي معروف لينا على مود واش فريمون لو فيت دو فير هاد تريتمون اورثودونتي مزيانه ولا لا. تنعتذر لاخواني واخواتي لي دونتيست سمحوا لي ولكن هاد هما لي دوني اللي قرينا و ميم طون اللي مشارك في هاد المعلومه راه سي ان دونتيست بلج. المهم اللي معروفه تنديرو خصنا باش نقادو سنين وليداتنا خصنا قبل ما يكبر يكون بيان زعما مصافين مزيانين اليني. ملي تنديرو غالبا ملي تنديرو هاد لي باغ تكونو ديجا ما اون با بريباري لا بوش يعني عندنا اون فيبليس ميسكولير واحد فيبليس او نيفو دو لوس اتو لي كو كاينه اون فيبليس لان كما قلنا راه عرفنا ما تنديروش واحد اون ماستيكاسيون افيكاس ولا مثلا ان بون فونكسيونمون تاع لي ميسكول تاع لوس. اذا ديجا لا بوش اي لي فيبل اني با بريت بور ريسيفوار هاد لي باغ. من بعد ملي تنديرو هاد لي باغ وتنحيدوهم غالبا انا اللي تنعرف تيكونوا واحد العام ونص قال لك هنا لا روشيت بوست تريتمون اورثودونتيك سي فيكتي دون لي 2 اور كي سويف لو تريتمون يعني اون فوا حيدناهم واحد 2 اور تيبقاو هذوك لي ديستونسيون لي غامونتير تيبقاو يبانو هادشي ترا اكوز علاش لي غامونت دونتير كانوا ايتيري كاينه اون فورس ماشي اون ادابتاسيون اون فورس كاينه مالغري داك مالغري لي ليغامون لا بوزيسيون راه دايرين عليهم و لوس اي لي ديمينيراليسي كيما قلنا رجعوا لي في بلاطخ لي في بلاطخ علاش لان هنا ملي تنسدو داك السنان مع داك هذا تيمشيو اون بلوك ما تتبقاش كل سنه تتخدم الدور تاعها تيمشيو اون بلوك وتيجيو يعني كاين ان في بلاك ومن بعد اش تنطراو تيكون وعلاش تكون هذيك علاش هاد لا روشيت كاينه لان قلنا ليغامون ايتيري و لوس دي مينيراليزي او ميم طون اون ديفيسيونس نو كوريجي ديجا راه لو ميسك الا ان با ايتي كوريجي افون لو تريتمون وغالبا باش نعتقوا الموقف اش تيديروا انا والله تيتحابني انا كان تيتحابني تيتمشي ديفينيتيفمون عاد ديغنييرمون وانا وحده بحال بنتي تقول لي راه خصني ندير داك لو فيل دو كونتونسيون وقالت لي نو علاش راه الطبيبه قالت لك باش ما يتعوجوش ليا الاسنان بوغ كي نغس بيان اليني. ايوا نبقاو حنا حياتنا دايرين ان فيل وحنا عارفين الا جينا نهضروا على واحد المشكل اخر تاع ليكترو سونسيبيليتي غالبا تو سكي ميتال تيدير واحد لو كورو ميكرو غالفانيك وهذاك لو كورو ميكرو غالفانيك سورتو افيك حنا تنعرفوا الضو فوقاش تيجينا مشكل فاش يكون الماء وحنايا راه عندنا لا ساليب اللي فيها دي زيلكتروليت عندنا تما يعني ايماجينو كيفاش غيكون هذاك لو ميكرو غالفانيك و دونك الا بغينا ناخذ واحد لابيرسيس شي لو سبورتيف لو parmi الاولي اللي داروا داك هاد لي زاكتيفاتور بيكو هو تايجر وود اللي تيدير لنا اللي تيلعب في سبور تاع الجولف علاش بو بروجيتي لو بور تاع لا تيت يبدا اكيليبري ومنهم تيديروا الناس في سكي في سبور الهاندبول الباسكت معروفين هذوك الباسكت الناس تاع لي زاميريكان تيستعملوا داك لي زاكتيفاتور ولا داك لي زونتي شوك او نيفو تاع لا بوش والناس اللي تيستعملوا لا ميوزيك علاش لان خصو يكون اكيليبري باش الا بغى يدير لا بيانو ولا يدير لانسترومون ميوزيكال و او ميم طون بعض المرات كاين اللي ما تيقدرش يديرها تيكونش عنده داك يعني لابيتود باش يستعمل داك لاكتيفاتور بيكال ديرون تيستعملها غير ديرون لونترينمون
باش او مومون دو لا كورس الا جاتو صعيبه او موا يديرها ديغون لونترينمون بور او موا لان انستانتانيمون ملي تنديرو كيلكو ماستيكاسيون تنجربو او نيفو دو لا بوش باش تيترنى راه هذيك الساعه سبحان الله العظيم سيغ لو شون تنديرو واحد لو تيست موسكولار لو بوس تلقاوهم فاش كانت هذيك لا كونتراكسيون تتولي الينيي ما تيبقاش داك تنحسو داك العويجات ما بقاش دونك او موا او بريبار نوتر كور افون ديغون ليشوفمون او بوندون اون كومبيتيسيون Donc, le rôle de ça durant l'échauffement est surtout pour détendre les tensions liées à un souci des articulations de l'alphakeim. Sorry. De l'alphakeim. En même temps, qui m'a dit que je suis là, je suis dit que je suis là, le problème déséquilibre, c'est que je suis là, le cou, ou tu dis une tension au niveau de le cou. Le rôle de ça au niveau de la performance, accroître les capacités physiques à l'entraînement, gagner en force et résistance de façon instantanée. حيت كيما ذكرنا دابا يعني إيه الفو غادي نمضغو شي شويه تنحسو بالمشكل ترخف اوبليج ان ريسبيراسيون نازال سو كي بو اكرواتر لي كاباسيتي بيلمونير دي سبورتيف حيت حنا في الاخر عندنا غير ريسبيراسيون ايوي تنعاونو غير بالفم تاعنا لان لا ريسبيراسيون ني با بيان ديفلوبي عندنا في باغ لوني دوزيام فاكتور كنا هضرنا لي فونداسيون كاين لا بوش دابا غنمشيو لي زيو le rôle de les yeux qui est un rôle aussi proprioceptif il y en a 80% من داك الشوفه تاع البروبريوسيبسيون راه كاينه في لوي تتعاوننا باش نبقاو ستابل في ليسباس لوي عندها اون بلوس تاع داك لو رول تاع لا ريتين وتاع الكريستال وهذا كاين او ميم طون لي ميسكل الي اونتوري دو ميسكل دووا انفيريور سوبيريور غران اوبليك وهذوك لي ميسكل تاعهم سون انيرفي و تي كاين دي نير اوكولو موتور و نير باتيتيك نير اكسترن وهادو تيساعدونا في داك لاكسيون اوكولو موتريس دونك لو كونترول دي موفمون دي زيو لونتروتيان دو لا فيزيون بينوكولير دون لا لوكاليزاسيون سبيسيال بيسكو سي بروبريوسيبتيف دون لا كاليبراسيون اي بيرسيبسيون دو لا بوزيسيون دو لي دون لوربيت حيت حنا علاش هاد لورغان تاع لا بروبريوسيبسيون او ميم طون تيعرفنا بان لورغان دون نوتر كور بارابور ا نوتر اورغان وباش نعرفو لوي راه محطوطه في لوربيت تاعنا دونك هذاك لورغان دو بروبريوسيبسيون هو اللي تيساعدنا باش نفهموها كوم كوا راه لوي كاينه دونك لوي راه سونسيبل او فارياسيون دي زوتر اونتري مثلا لو بي ولا لارتيكولاسيون مونديبولير راه في راه كاينين دي زيتي دارو كوم كوا غير الا كان عندنا مشكل في لو بي ولا مشكل في لارتيكولاسيون راه تاثر على لو ميسكل تاع لوي ومن بعد تاثر لنا على ليكيليبر ما تنبقاش نشوفو مزيان وكاين نوتر اكزومبل هو مثلا لو سباسم دو ماستر واحد هو ان مشكل تاع لاجو هذاك لو مشكل تاع داك لاجو اذا كانت اون تونسيون تاثر على لوس تاع الفك وهذاك لوس تاع الفك لو كاين ان ساطاش اون كونتراكتور ريفلكس دو مشكل دو رواد اكسترن يعني تاع لوي هذاك لو مشكل تاع لوي اون فوا غي جايه غير من لاجو تاثر على لوس ياثر على لو مشكل وهذه اون اتيود كانت دارت مع فرانكي يعني راه اي الجهه تتاثر بحال لا كاسكاد شي تاثر على شي تتفكرني انا هادي حتى بداك بيت العنكبوت الا جريتي غير ان فيل لو فيل تاع البيت تاع العنكبوت كله تيتبعك لي دوز لي ديزوردر اوكولير شنو اللي تلقاو بعض المرات يكون عندها بروبليم اوفتالمولوجيك يعني بعض المره في الشوفه ماشي في او نيفو ميسكولار تيكون مشكل ميم او نيفو تاع اللينات غير لا لينات لا كان لو سونتراج لي با بيان في راه تتاثر علينا وملي ما تيكونش مال تيكون اون مال ادابتاسيون راه لا بوستيون هذيك الساعه تتاثر اذا غادي يكون مثلا يقدر يولي لا تيت فيغ لونتيريوريتي لا بوزيسيون تاعو فيغ لافون وكيفاش يكون مثلا البروبليم تاع لاستيغماتيزم ميوبي هيبرميتروبي ولا لو سيندروم وكاين عاوتاني اللي تاثر لينا على الشوف تاعنا هما لو سيندروم دو لا فيزيون ارتيفيسيال هادشي اللي تنشوفو تاع لا تيليفزيون تاع لا pardon تاع لي زيكرون تاعنا تاع لي تابليت تي هذا والوليدات نهار كامل هما خدامين في الواتساب فريمون راه سا توش على لوي و دونك خصنا ضروري نبداو نديرو واحد اون التيرنونس باش نبقاو نسهلو على لوي لان ملي كنشوفو راه لوي الي ايموبيل ولا الا كانت ايموبيل راه اون فيبلس ميسكولار تتولي من بعد حنا كيما لا لاكسيون دون اون رياكسيون راه لا تروفي دونك خصنا العين تاعنا الكلينيوت ونشوفو بعيد ونريحوها مره نشوفو ليكرون مره نديرو البابي مره نحيدو تاع لو بابي نشوفو نريحو عينينا لان حتى لو بابي لا شفناه وطولنا راه سيت اون ايموبيليتي تاع لوي
واحد الحاجه مهمه اللي تقدروا يكونوا باغمي لي كوز بريميتيف هما لي تروماتيزم كرانيان، وهاد لي تروماتيزم كرانيان اللي تلاحظوها بزاف كاينه في ديرون لو ماتش. الوليدات ملي تيكون تيديروا اون ديتونت وتيبغيو يقيسوا لو بالون في في ليسباس تيطرا هذاك لو شوك اونتر دو جوار، وتما تيكونوا بوكو دو تروماتيزم وتنساوها، وتتقدر هذيك تاثر على ليكيليبر افيك لو طون. وحنا هذاك الولد يقدر يكون لا بيرفورمانس الى شتو ما نعرفوش منين جات، وهي غير لو بروبليم تاع داك لو تروماتيزم اللي انك ان با ايتي بري اون كون، ومن بعد اثر لينا على لا بوستور وكيا بيان سور ا ان امباكت سور لا لا بيرفورمانس. وبعد مره كاين غير او نيفو تاع لونتور سيرفيكال، اذا كانت عندنا راه تاثر لينا على لي زيو، كاينين دوطخ مالادي، كاين بعد مره مونك دو كارونس بيان سور سي نورمال باش تكون لي كارونس فيتامينيك ولا هذا، لان معروف فيتامين بي تي اثر على لو فلو نيرفو معروفه، ولا بعد مره مينان جديد ولا بروبليم غير تاع بروبليم دوكسيجيناسيون حتى هي تتاثر، سي نورمال غادي تكون عندنا موفيز اوكسيجيناسيون موفيز بوستور سي نورمال غادي تاثر لينا. بعد مره كاين كيلكو شنقولوا تخبل اوكيلو موتور، وتنحاولوا نشوفوهم مثلا في الاناليز تنديروا واحد القلم ولا ستيلو تنبداو نقربوا وتنشوفوا داك لو تيست دو كونفيرجونس، هذاك لو تيست دو كونفيرجونس باش تيتكونفيرجون نبعدوه ونعاودين نقربوا، ومن بعد تنحسوا الا كان ان بروبليم تنحسوا بلوي راه ني با وحده ني با بيان كونفيرجي، بحال دابا نورمالمون نورمال هي خصو يكونفيرجي هنايا، ميبقاش واحد ليسباس فيد هنايا في داك لوربيتر، الوغ كو هنا في هاد ليكزومبل هذا بحال دابا هاد لوي غوش ما قدرتش تجي للوسط، يعني هنا كاين هنا واحد بروبليم واحد ديفيسيونس ميسكولار في هاد لو كوتي، هنايا كيلفو ترافاي سينو راه با اجير على لا بوستور دو لونفون. الحمد لله توجور لي سوليوشن هما واحد لا بلاك اوكولار كي تي انفونتي حتى هي، وهذا الشيء هاد لي زارتيكول كلهم راه خداو واحد لو بري دينوفاسيون في لا سويس، كانوا انفونتي في لا سويس خداو البري دينوفاسيون. دونك اش تنديرو كاينين هادوك لي لين، وهادوك لي لين تنبداو نشوفو فيهم دير فاصون فيرتيكال ولا اوريزونتال، وتنبقى نشوف او سونتر او ميم طون تنبدا نشوف في الجناب باش تنبقى ندير دير فاصون بريفونتيف ولا دان اونتروتيان باش نكوردوني عينيا جو في يعني تخافايي مي ميسكل و فيغ أ ميزيغ تتبان ليا بحال دابا ملي تنشوف هادوك لو تيبانو ليا كخوازي، وأنا كل ما رونفورسيت كل ما هداك لو بوان دو كخوازمون غادي ويل غادي ويل شنقولك إل دوفيان دو بليز أون بوان لوان جوسكا ليكستخيميتي دو لا بلونش، باش تكون أن بون أون بون كورديناسيون أو نيفو ميسكولار. دونك إل بيرمي دو ليت كونتخ لا فاتيك أوكولار، رونفورس لا ميسكولاتور oculomotrice, rééduquer la coordination des muscles oculomoteurs, améliore la proprioception oculomoteur. Et donc, les yeux, il a un problème au niveau des yeux, il agit sur la, toute la posture en chaîne descendante. Il y a une chaîne descendante ou une chaîne ascendante. Donc, il va agir au niveau maternel cervical, mais au niveau lombaire, mais il va توصل au niveau maternel le genou ou la jambe, ou va توصل حتى la cheville. يعني راه vraiment c'est un effet dominant. Parmi les fondations, quel troisième cas l'oreille, علاش l'oreille يعني l'oreille اذا كان un problème تنشوفوا واحد لو تيست، سينو اون لوريونت فيغ ان سبيسياليست. لو بي كاين لو بي سون سوفون ترو نيجليجي، دائما حتى لي زيكزامبل اللي تناخذو في العامه تناخذو البي يعني شي حاجه كاين نيجليجي، بورتون لو بي سون لي سول اورغان اون كونتاكت كونتينيو افيك نوتر بلانيت، هما اللي تعطيونا لو كونتاكت مع امنا الارض وتيخليونا نتمشاو وتيخليونا نحسو بداك الارض، هي داك داك لي كابتور او نيفو دو لا بلانت دو بي، و سون او كي نو ديبلاس كي نو فون ايفيتي لي اوبستاكل، اي سوري طون دو لو راكوردي توت لامبورطونس اي دون روتينير لا داش شيفالا با دو بي با دو شيفال، يعني باش نعرفو شنو هو لو رول تاع لو بي تاعنا. اذا لو بي عنده واحد الدور و بحال الدور تاع لو غوسور، واللي تيعطينا واحد كاتخ ابيليتي، كاين لامورتيسمون لابسوربسيون دي شوك، يعني هذيك لارش اللي عندنا في لابلونت
عندها واحد الدور بحال ان غوسوغ، وهذاك لو غوسوغ اللي خصو يكون فريمون اون بون دي فورم، سينو راه يأثر لينا على المشيه. دونك تيدير لنا لا بون بروبولسيون، ملي تندير لا بون بروبولسيون تيقولوا لنا هنا ايكونومي دينيرجي. شتا تعني ملي تيكون الي بيان ايكيليبري بيان في وما كاينش مشكل في لاش، شتا نعنيو اننا ما غنجيوش نكومبونسيو بدي ليغامون ولا غنكومبونسيو بدي ميسكل، ولا غادي تدخل ليا لا شوفي ومن بعد غادي نكومبونسيو بلي زيتا سوبيريور، ولا من بعد غادي نعاون ب لو جونو ومن بعد نعاون بلو باسا. وانا غادا في لي زيتا سوبيريور وانايا ما تبقاش عندي ليكونومي دينيرجي، تنولي كومبونسي كيما شفنا قبيله في لي كوب ديزيكيليبري، تنولي نكومبونسي بدوطخ ايطاج. لادابتاسيون فاس او فارياسيون دو تيرا، يعني كل ما كانت لادابتاسيون كل لو تيرا ديفي غادي الحمد لله تا هذا تتكون بون ادابتاسيون. و ليكيليبر دو لا بوستور بيان سور، الا ما كانش هادشي كامل راه لا بوستور ني بلو ايكيليبري، اي دونك اون بو با افوار اون بون بيرفورمانس و و الي بلو بلو لوان. هنا غير واحد تنشوفو كيفاش تتخدم لو بي. دونك هنا لو بي الى هنا هذا دخل لهنا الاخر تيخرج من الجهه الاخرى، راه كاين بحال روتاسيون انترن دو لاغيير بي تنسميوها ايفيرسيون هادي، وروتاسيون اكسترن ملي تنحبس هنا والاخرى تتمشي للجهه الاخرى تتسمى ليا اكسترن يعني انفيرسيون. هادي هادي لا باردون لافون بي لاغيير بي هنا ايفيرسيون، وهادي انفيرسيون. وغالبا هادشي تنشوفو فاش يكون عندنا البي بلا، وهنا عاوتاني فاش تاخذ هاد لا فورم لاغيير بي تيمشي اون انفيرسيون، وهذا تيجي اون انفيرسيون. هادي غالبا تقدر الا كانت بلو كومبليكي و بلو بوسي تتولي لنا في لو بي كرو. دونك لو بي نو، لو بي نو شنو لامبورطونس تاعو؟ تو لي كابتور نورولوجيك بلونتير انفورم سون سيس لو سيرفو دي فارياسيون دو تيران، يعني هذاك لو فلويد اللي قلنا تيمشي لانفورماسيون اي لي تريتي او نيفو دي سيرفو وترجع لينا او نيفو موتور، باش تما تنقدروا نديروا اون سادابت او فارياسيون دو تيران، ولا لا فارياسيون دو بريسيون، ولا فارياسيون دو تمبيراتور، ولا جيستيون دي شانجمون دو بوستيرو اون فونكسيون دو سول. يعني هذاك هنا هذا هو لو رول تاع لو بي ان يو، يعني فيزيولوجيك وتيعاوننا وباش وصافي تدخل لينا في لو سيرفو تاعنا كيما بغى يكون لو تيران. لو سيرفو الي ميموريزي هاد لي فارياسيون وتيعاون لو كور، اون فوا لقى مثلا تمبيراتور زايده ولا لقى فارياسيون لو كور الى ريف ا سادابتي ا سي سيتوياسيون. لا ملي تنديرو ان بور دو شونسيور، وغالبا دابا ولينا تنهضرو على الكونفور، تنوليو كيسكون كوز اون فا انيبي لي كابتور، صافي تيولي بحال واحد دايرين لانستيزي بلونتير بحال واحد البنج، تنبنجو شويه هادوك لي ريسيبتور. ملي تنبنجوهم لافورماسيون سيريبرال البيس، لان لي كابتور نو سون بلو لي ميم، ما عندناش اون بون ريسيبسيون. اش تيطرا لنا هنا لو سيستيم امورتيسون انيب لاكتيفيتي ميسكولار من بعد، حيت لان هنا لان هنا حتى ملي تنمشيو باش لا ريبونس غادي تولي لنا ميسكولار، هنا الي امورتي وحتى لي ميسكول نو ترافاي بلي كوم يلفو نهائيا. وحنا غنشوفو ان اكزومبل فواحد ليتود، دونك لو مونك دونترينمون دو سيستيم نورولوجي اي لو كوم موتور با سو بيي كاش لور ديفور ان ابيتويال. حيت علاش يولي لي فور ان ابيتويال؟ حيت ديجا بحال خدينا اون انستيزي دورون مثلا دي زاني دي زاني، وحنا تنديرو واحد لا شوسيغ تنقولو الي كونفورتابل، ولكن راه عندها واحد لي في كون فا بي كاش ملي تنبغيو نديرو واحد لي فور ان ابيتويال. تنعرفو لو بي بلا و لو بي كرو شنو تيطرالنا؟ تتكون واحد ليبر تونيسي واحد لو سو ايلياك او نيفو دي باسان، و تي اونتي فيرسيون دو باسان تيولي داخل لو باسان داخل اونتي فيرسيون داخل الداخل و فاسيا، يعني او نيفو لومبير باش تولي ديتوندي، و تيطرالنا واحد لو ديزيكيليبر او نيفو تاع لو با دو دو و ريكوبيري باغ لي ميسكول ريكتور دو راشي. يعني هادوك لو راشي هو اللي تيهز باش تيكيليبغي لينا تيكيليبغي لنا داك لو بروبليم ديتوندي تاع لو فاسيا فاسيا توراكو دورسال. وهنا اش تيطرالنا؟ ملي داك الفاسيا تتولي ديتوندي ما تتبقاش عندها لو رول تاعها، وسورتو لو فاسيا هو اللي عنده لو رول في لا بوستيور، تيدخل لنا الميسكل. حيت نورمالمون الفاسيا بحال غنقولو بحال نقولو 80% لو رول تاع لو فاسيا، لا فاسيا الا ما كايناش غادي ندخلو لي ميسكل لي او نيفو توراسيك
غيدخلوا او نيفو تاع لا كولون فيرتيبرال باش يكومبونسي، وتما تبداو لينا لي دولور افيك لو طون بي كرو ولا هايبر انفيرسيون، تتكون هايبر تونيسيتي دي ميسكل فيسيي يعني تيوليو هنا تونيفيي، و لي ديسك اي او اسكيو جونبي كامل من لي فيس ولا لي ديسكيو جونبي كاملين تتكون هذا، وهنا تيولي لو كونترير لا ريترو فيرسيون يعني دو باسا خارج البرا، ولبسو الياك اترونفيرس دو لابدومين سو رولاش بحال داك لابدومين داك لي ميسكول تاعها سو رولاشي، وهنا بحال تنديرو ايبر لوردوس تكون عندنا هنا تنسميوها داك الظهر اللي داخل و تيوليو بار انيبيسيون ريسيبروك دي زونتاغونيست. علاش؟ لان الاخرين شادين هذاك سو رولاش باش يولي لنا ان ايكيليبر باش يغاردي لنا ليكيليبر دو كور. عندنا هنايا انستابيليتي لاتيرال دو فاسيا اللي قلنا هذيك الفاسيا بحال لا بغينا نقولوا واحد لا مومبران ريجي اللي كي اونتور لي ميسكل وتتقبط لينا الميسكل. ودونك شنو عندنا سيغ سوليسيتاسيون دي ميسكل اريكتور دو لا كولون فيرتيبرال، ودائما تيطرنا المشكل لا كومبونساسيون بار لي ميسكل اللي ما لي نورمالمون هما ما عندهمش هاد الدور باش يقبطوا لنا لا بوستور، هما تيعاونوا هاد ليكيليبر، هما تيساعدوا غير بواحد البورسونتاج تيوليو هما اللي دايرين لنا داك الدور الاساسي على بلاص دو فاسيا. هنا ان اوتر كا اللي بعد مره تنمشيو تنقولوا واحد عنده رجل ناقصه، وهي راه ما ناقصاش في الحقيقه، هي غير لو بروبليم تاع لا روتاسيون. بحال دابا فاش تيكون ان ديزيكيليبر دو لا شين اسوندون تيكون مثلا هنا عندنا بي بلا وتتكون اون نيفيرسيون، فاش تكون اون نيفيرسيون اش يعني تتبع هاد لو تيبيا تيولي اون روتاسيون، لو فيميو اون روتاسيون، وحتى لو باسا تيطلع اون روتاسيون، ودي اجي اوسي على لي زيتا سوبيريور. دائما عندنا لي في دومينو، اذا هنا ملي تيدور اش تيبان بحال هذا الرجل هي اللي مقاده وهذه طلعت حيت مشات لو كوتي لاخر، وبالنسبه لنا راه هاد الرجل راه ناقصه، وهي في الحقيقه راه ما ناقصاش، راه لو بروبليم قادين غير لو بروبليم دو روتاسيون دي ميسكل. وهنا شحال من واحد تيخطا، وانا كنت انا ضحيه تاع هاد الاناليز مع واحد الطبيبه، وعطاتني كوم كوا انا عندي 1.5 رجل على رجل، وهي نو هي غير انك مورا كان بروبليم دو روتاسيون ماشي بروبليم دو باردون ماشي بروبليم تاع ديزيكيليبر دي بي. اذا هادشي اللي قلنا ان لا ديفيرونس دي مومبر انفيريور اون جينيرال تقدر تكون داك 10%، ولكن باش نعرفوها راه خاص واحد سكانيومتر تيلي راديوغرافي هي اللي تتبين لينا كوم كوا راه كاين هاد المشكل، راه ماشي راه ما نقدروش نقولوا غير نجيو نشوفوا هذا راه نقولوا راه كاين نو نهائيا. وهنا كاين عاوتاني اون اوتر فيريتي اللي ديما تنقولوا خصنا داك لي شوسيور كونفورتابل اللي تهزوا لنا الرجل تنسميوها اونتي بروناسيون، بحال هذيك الرجل اللي بلا نهزوها باش نساعدوها وتولي بيان روبيس وما نخليوش داك لو بي بلا هكا. ودونك هادو كلهم عندهم ان افي ستاتيك، ولي في ستاتيك ما تيخليش بون فونكسيونمون تاع الرجل وتيدير لنا لي في بلاتر. اذا شنو عندنا هنا دائما كما تنهضروا لي في بلاتر ولا لي في مينيرف، يعني بعض المرات بحالنا تنديروا داك المينيرف سومي باسيف او ميم طون راه اي البلوك، وحنا لا فكرنا وجينا نشوفوا مثلا في هاد الكوتي مينيرف بحال دابا لونفون باش يلاه تيتزاد ما تيقدرش يقبط راسو مزيان، تيكون ديما راسو بحال ما تيتحكم عليه تيطيح شويه، ولكن افيك لو طون ولي موفمون تيولي لونفون هو تيكبر هو داك لا ميسكولاسيون تتخدم وتيولي بحال من بعد الى غيب سوتونيغ سون سا تيت. يعني راه دائما ناخذوا هاد ليكزامبل ونقولوا كوم كوا il faut laisser travailler les muscles laisser le bon fonctionnement ou le bon mouvement du pied. وهنا داك لي في اللي كما هضرنا هنا كاين داروا واحد في الالكتروميوغرام، هاد الالكتروميوغرام اللي تاع لي ميسكل تيديروا لاكتيفيتي ملي داروا الصون داك الصون داك لا سيمين اللي تيديروا اونتي بروناسيون تنقولوا راه ما خصش تكون لا بروناسيون. شوف غارد هنايا لي كونتراكسيون لو بون فونكسيونون دو ميسكل، راه شوف لي زامبليتود اي لي اسي غروند. علاش؟ لان كاين ان بون فونكسيونمون تاع هاد تيبيا بوستيريور لي هنايا. هنا جينا حبسنا ودرنا اون اناليز، درنا اون اناليز لقينا ان هنايا البلوك يعني بحال هو تيخدم في بلاصه لو ميسكل، البلوك داك لو فونكسيونمون تاع لو ميسكل تيعطينا لي في بلاط، وهنا تتولي لنا لا تروفي ميسكولار سي كوم سا. هذا هو لي في تاع داك لي سيمين باسيف
فريمون فوقاش يقدروا يداروا الا كان فريمون واحد لا دولور اتخوس، ولكن ماكسيموم ان با ديباسي 6 سيمين ان با ديباسي سينو تنطيحوا في لي في بلاط. والحمد لله كاين الحلول، وهادو اللي خداو واحد البري دينوفاسيون لو برومي امورتيسور ستيمولون الى مورتي او ميم طون ستيمول، وهو عنده هاد لو رول تاع لا سيمين اورتوبيديك، يعني الحمد لله اي بيرمي ان ترافاي ميسكولار ادابتي بارفيت او كورديناسيون موتريس posture équilibrée, travail proprioceptif des pieds exceptionnel. يعني تخلي داك يعني تساعد حتى لك البي بلا راه تساعد و تستيمي لا بروبريوسيبسيون و تساعد على لو بون فونكسيونمون تاع لو بي. وعندها او ميم طون لي في امورتيسون تتلعب على داك الدور تاع الى ابسورب لي شوك، بحال دابا هنايا الا ما كانش هنا افيك سومال هنا سون سومال، وهنا بغيتكم تفكروا هذاك اللي تيجري و سورتو تيدير لو طالون، حيت كاين اللي تيدير لو طالون في الجرا تاعو، كاين اللي تيدير لافون شنو تسميوها هادي لاغيير بي، وهذا لافون بي. داك هذاك كاين اللي تيدير هاد لافون بي هاد شويه، مي اللي تيدير هذا راه تي سوبي لو شوك، وهذاك لو شوك يسو ترانسمي فيغ لي زيتا سوبيريور. وهنا غادي نشوفوا البروبليم تاع لانفلاماسيون نيفو دي جينو و نيفو تاع لو باسان. Ou avec la semelle dynamique inobote, l'onde de choc est absorbée par la semelle qui est podique. Le bon fonctionnement, non? يعني بحال اللي عندنا لو روسور تساعد لو بي على لو بون فونكسيونمون تاعها. وميم طون عندها هذاك لي في غيديكاسيون، بحال دابا هنا افيك سومال هما تيتقاد لا لين اليني، الوغ كو هنايا تنشوفوا واحد داك لا شوفي مع لاكس دو لا جامب اي لي ديفي، وهادي سون سومال هنا افيك سومال. دونك عندها ان ليفي دونتروتيان موبيليتي ارتيكولار سوبلس اكتيفيتي ميسكولار ستابيليتي. هاد لونتروتيان يعني تتخلي لنا كامل ابخي داك لا ثيرابي راه اونتروتوني، وتتولي لنا لاكس اي لي اجوستي. L'effet préventif, posture, allure, marche, effet performance, le sport, fitness, remise en forme, effet thérapeutique, fachette qu'on a une lésion musculaire ou l'articulaire, ça accentue la cicatrisation ou la régénération. Surtout d'abord, ce qui est recommandé, dit-moi la régénération, la cicatrisation, la phase 3 ou 4, ça qu'on renforce la mobilité. Mais si elle a dit, tu voulais que là, il ne faut pas mobiliser le pied jusqu'à complète cicatrisation, mais non, d'abord il est recommandé. Il y en a d'abord, il y a des guillemets qui t'aident le pied à récupérer sa mobilité. Il y a la perte d'amplitude. Il y a des études comme quoi, mais l'amplitude de du pied il est faible, il se récupère par compensation aux autres niveaux articulaires, aux plusieurs études. Il y a une étude, on va se dire la semaine passée. La semaine passée, je t'ai dit, vous voyez comme quoi l'axe il est dévié, il n'est pas aligné. Et le genou regarde par rapport à l'adac, il y a un angle de déviation un peu grand. Mais là, je vois avec la semaine active, je t'ai dit, alhamdoulilah, c'est l'angle de déviation, il est ajusté, il est ajusté suite à la semaine active. Sorry pour pied porter un talon drop est idéal pour notre posture. Voici une préjugé ou la vérité. Normalement, tu voulais que là, le pied bzaf ou le plat, là, je suis ma'koul. C'est vrai, par rapport les habitudes, tu vois, nous avons un talon niche, le plat, je suis un peu plus tard. D'ailleurs, c'est un peu plus progressif, d'ailleurs, au niveau de la bouche, ou les yeux, ou au niveau des talons, d'ailleurs. Ou le drop, il y a de la différence entre l'épaisseur, de le côté sous le talon, ou il y a juste l'avant-pied. Ouais, en général, la podologie, l'orthopédie, je dis 3 à 5 cm. Il est recommandé. Ou la kinésithérapie ou les ostéopathes, ils disent 1 à 3 cm.
ولكن راه دائما فاش تكون هاد لو سوتيان دو لا فوت راه سي ان سوتيان باسيف، يعني غادي نطيحو في لو بروبليم دو لاتروفي ميسكولار، غتولي اون فيبليس ميسكولار و لارش دو بي اوسي لو اون فيبليس لو دروب دي شوسيغ دو فيل ريدوي لاكتيفيتي ميسكولار دي بي اي سي فونكسيون دو روسور. يعني هذاك الشيء اللي غنحتاجو باش تكون عندنا ليكونومي وتكون عندنا اون بون بروبولسيون راه اون فالا بيردر ا كوز دو تاع هاد لي طالون. اذا شنو هي لا شوسيغ ايديال؟ حيت دائما انا في الحقيقه ما عرفتها حتى درت هاد لي هاد لا فورماسيون، انا براسي كنت دائما تيصحابني خاص ان بوتي طالون، دونك دائما اش تنديرو بحال خصنا نديرو اون سيميلاسيون ولا اون او بي ان غادي يكون بريسك ما عندوش بريسك غتكون 0.5 حتى ل 1 سنتيمتر ويكون بلا ونورمالمون ما يكونش اتخوا هنا خصو يكون لارج هنايا والكونتر فور يكون كاين ولكن او ميم طون ما يكونش قاصح وغالي وهذا هو لو رول تاع لي شوسيو هي بور بروتيجي لو بي اونيكمون كونتر لي شو ولا كونتر لو سول لي سول اغريسيف ولا فارياسيون دو تمبيراتور. ابار سا ما غنقولوش غيقبط لينا غيدير لنا يل فاجوي لو رول فيزيولوجيك نهائيا. وغالبا حنا وليداتنا اللي في الحقيقه كنا دائما فرحانين نشريو ليهم لي بغوتكان ونشريو ليهم لي بوتين ونديرو ليهم هذا بور تيقول لك يقبط ليه لا تيج دو لا جون، وهي نورمالمون لا ما تنخليوش الدري يتعلم لا مارش نو واللي غيتعلم فيها لا كورديناسيون لا بروبريوسيبسيون تاعو، يعني فريمون اون لافيبلي انورمومون و سو كي اجي سور لا بوستور. او نيفو تاع لا سوميل بور لو فوتبول غالبا كاينين بليزيوغ شوسيغ بور تيران مثلا دور لو باركي سيمون ولا كاين مثلا لي زارب جولي ولا مثلا كان هادوك اللي فيهم لي كرونبون باش يشدو في لا بيلوز باش ما يبقى لا شوسيغ تبقى بيان اكروشي او نيفو دو لا بيلوز. اذا شنو التفكير اللي تيفكر لو فابريكون لا شوسيغ دو فوتبول شنو بالنسبه ليه خصو يدير؟ دوا دونك ريبوندر ا دو زوبجيكتيف سبيسيفيك او جو، اميليوري لو كونترول دو بالون و كونفيري او جوار اون اكروش ادكوات اون فونكسيون دو تيران. لي انوفاسيون دي زيكيبمون فون دونك دون سو سونس هادشي اللي تيشوفو، مي سولا سو في او ديتريمون دو لا فونكسيون بروتكتريس دو لا شوسيغ. يعني لا فونكسيون بروتكتريس باش تخلي لنا لا فونكسيون فيزيولوجيك ناتورال دو لا du pied ma kainage et les entravés par les critères les qu'on a cités au début. Ainsi la protection réduite du pied et l'accélération du jeu ces dernières années, c'est du jeu ces dernières années font du football un sportif qui reste très exposé aux blessures. حيت ما كانش لي بروتيجي وحتى لو بي ماشي فداك ليطا ناتوريل وداك لا كورديناسيون اللي غيقدر دغيا دغيا يساطا يسادابت او فارياسيون. Donc qu'est-ce qu'on aura? On aura des blessures notamment au niveau de la cheville ou tant ou les entorses répétitives ou la déchirure ou la problème problème au niveau articulaire ou les états supérieurs ou la بعد مره حتى au niveau des genoux ou il emboîte. تلاحظوا بزاف تاع لي جوار avec le problème des états supérieurs تبقاو emboîté وما تيكونش عندهم une course rapide et naturelle. الحمد لله لا سوميل كينوبوديك بور لو فوتبول تيديروها سبيسيفيك او فوتبول وتتعطي هاد لو رول امورتيسون يعني لا فونكسيون امورتيسون لا فونكسيون بروبولسيف ستابيليزون و ادابتي ا دو غروس فارياسيون دو تيران او شانجمون دو ديريكسيون بريتو لان عارفين لو فوت كاين عندنا لي شانجمون دو ديريكسيون و دونك او ميم طون تيديروها تري اتروات بارابور لان لا شوسيغ دو فوتبول اي تري اتروات. كنا هضرنا على لي فونداسيون شكون هما لو يعني لا تيت بلو و لي زيو لوغي وهضرنا على لو بي. دابا نقولوا شكون اللي تزيد يكرس لينا هاد بروبليم دلا بوستور؟ هي كاينه بروبليم دلا اليمونطاسيون، اذا ما كانتش بون اليمونطاسيون سورتو اون اليمونطاسيون اسيديفيون تلقاو عندنا دي ديشي اسيد كي فافوريز لا فراجيليتي دو كور. بحال دابا تجينا بروبليم دوستيوبوروز بروبليم دانفلاماسيون بروبليم فيزيولوجيك دو ميتابوليزم دي دولور بروبليم دو ديبو دو كريستو يعني بوكو دو بروبليم اكوز تاع لاليمونتاسيون ولا بعد مره بروبليم تاع لو بسيشيزم وتلقاو ان لونفون توجور لا سيرفاس دوسيلاسيون اي غروند سورتو شي لونفون اونكسيو. وحنا غنشوفو واحد دي ريشيرش دارو في هاد السلايد اللي جاي
وكم كوا عندنا ان الوقت اللي تتكون ان بيل بوستور مقاد واليني عندنا حتى لا كونفيونس ان سوا تتكبر ب 86% و لا تيستوستيرون كي هي الهرمون انابوليزون اللي تتساعدنا على اون بون ميسكولاسيون تتكبر ب 20% وداك الكورتيزون اللي فريمون هي كاتابوليزون وهي تاع لو ستريس يعني اي ديمولي الوغ ملي تتكون عندنا لا بوستور ني با بيان غادي تكون مثلا بونشي ولا اون بوستور كي ني با ايكيليبري راه عندنا سي لو كونترير يعني ديمينيسيون دو لا كونفيونس دو 66 60% افيك لو كوتي اوبوزي تاع تيستوستيرون كي ديمينيو وكورتيزول كي اوغمون. دونك ملي عرفنا شنو هما لي كوز بوستورال ولي زامبليفيكاتور نديرو دابا لو بيلون بوستورال. هذاك لو بيلون كاين بزاف كاين لي مانيوال تنديرو فيريفيكاسيون مثلا تنشوفو داك لو بوش ولا الاندكس وتنقبطو وتنشوفو واش نقدرو نحلو فاسيلمون. هنا كنحسو بان اون فيبلس ميسكولار ولا تنديرو كما قلنا بالبوش وتنخليو لو باسيون تيتحنا وتنشوفو واش كاينه كونتراكتور. الا كان بوش طلع على بوش لاخر تلقاكم تنعرفو اون كونتراكتور ولا كاين واحد تيست دو فيكيدا اللي تنخليو يسد عينيه وتنقولوا ليه زيد الانسان واحد 50 بوم من بعد تلقاه تيدور في واحد لو كوتي كومبليتمون هو بالنسبه ليه راه غادي تو دووا هو راه كومبليتمون اي لي ديفي اون روتاسيون. سينو كيما قلنا لا كونفيرجونس تاع لو تيست دو تاع لي زيو ولا لي سيكاتريس حيت كيما قلنا حتى لا بو اذا كانت غير اون سيكاتريس راه فريمون راه تتاثر على لا بروبريوسيبسيون لا بروبريوسيبسيون بيان سور كي اجي سير لا بوستور ولا بعد مره تنديروا لا بالباسيون تاع داك لي زارتيكولاسيون وتنشوفوا لا ديفياسيون كيما شفنا تاع لا ليومون تاع لي دون اذا كانت ديفيا غنعرفوا بعد مره لو كوتي اللي تيمضغ عليه وكاين ان ديزيكيليبر او نيفو تاع لي تاع لي ميسكل دو لا جو وكي كي با روتونتور سور لا بوستور. سينو كاين الحمد لله هاد لا تكنولوجي هي بجوج سي كومبليمونتير تنديرو هادي او ميم طون اون كومبليت اي اون كونفيرم افيك لو بيلون افيك ان لوجيسيال. واللي ما عندوش لوجيسيال راه هادوك لي تيست افيك لي دوني راه فريمون تي اورينتي لو ثيرابوت فيغ لا بيست دو ريفليكسيون. دونك لو لوجيسيال شنو تيعاوننا نديرو تيبين تنديرو مثلا لو كوتي دو الاناليز تاع هنا او ستاتيك بعدا لو دوفون لو دو و لو كوتي دووا و لو كوتي غوش و ميم طون تيعاوننا على الاناليز دو لارج باش نشوفو يعني اون ستاتيك و ميم طون تنشوفو لامبليتود دو لارج ملي تنبركو تنشوفو شحال لونغ تيقدر لامبليتود يمشي واش لامبليتود كبيره ولا لا و لو كوتي دووا اي غوش بحال دابا مثلا هنا هنا تيبرك باش نشوفو واش عنده اون غيدور ولا اون بون امبليتيود لو كوتي دووا او ميم طون ف لو بيي غوش تيدار هنا نورمالمون خصها تكون 120 وملي تيبرك خصها او موان غتوصل لواحد اون امبليتيود سوبيريور يمكن 150. دونك هادو كلكو تيست لي قلنا باغ لوجيسيال وحنا نشوفو. دونك لا مارش هي باش ناخدو فكره تاع لا نورم دو لا مارش فيها تتحط كاينه 3 ايتاب هي لو طالون فاش يتحط في لو سول ملي تيتحط بان دوغري دو سي دوغري وفين اون انفيرسيون على برا ومن بعد ملي عاوتاني الوسط تاع الرجل تتهبط هذاك الوسط تاع الرجل تتهبط حتى هي اون انفيرسيون على الداخل بسي دوغري ملي غندير لا بروبولسيون هي فاش تنحط داك لي دوا لي زورتي تاع رجليا وباش غادي ندير لا بروبولسيون تنكون درت 6 دوغري. هادي غير باش تعرفوا باش نشوفوا مثلا سوغ هادي باش يتبازاو على لاناليز دو لا بوستور فلا مارش وفلا كورس شي لا تيت. دونك حنا نشوفوا هنايا وهنا تنشوفوا لاناليز ومن بعد من لهنا راه هاد اللوجيسيال تيقطع لينا اون سيكونس وتيبين لينا في لو بي دووا ولو بي غوش فاش تنحطو رجلينا ولا فاش تنديرو لا بروبولسيون وهادي تنديروها عاوتاني في لا كورس كاين لا كورس وكاين لا مارش. باردون وقيلا خمسين زيد و ميم طون تنديرو تاع الظهر باش تنشوفو واش كاينه اون غيدور عندنا في لو دو وهنايا الا جيتو تشوفو غير اون ستاتيك عاوتاني غنديروها اون ديناميك
الا بغينا نشوفو تاع هاد لانكلينيزون تاع هاد لي دو كريب، ها هي هاد لا لين بلو، راه كاينه اون انكلينيزون دو 1.2 دوغري، و لو كوتي دغوا راه لا تتحسو بيه راه على اليمين، هادي اون ستاتيك داكوغ تتبان لينا، وغادي نشوفو اون ديناميك اش غادي دير. دونك اون ديناميك تنقولو ليه il faut se pencher vers le côté droit وباش تيبين لينا فين كاينه لا غيدور، ونشوفو لا بوستيو. بحال دابا هنايا لا زون روج وكاينه زون اورانج هي موديري او فير، سي لا فونكسيون لا كولور انديك لا فونكسيون الي اور نورم ولا الي نورمال. دونك هنايا عندنا ان ايبوموبيليتي اون دورسال او روج، لا زون بلوكي ا ليبيري اون اورتوكينيزي. دونك هنا غنعرفو هادي خصنا نحاولو نقادوها، نديرو كيلكو موفمون كيلكو اكزارسيس ولا كيلكو ماساج باش نليبيغيو هاد لا غيدور. لا غيدور عاوتاني لو كوتي غوش تنديرو وتنشوفو شنو المشكل هنا. هنايا كاينه زون ايبر موبيل اون كومبونساسيون او نيفو دي لومبير، هنايا كاينه اون ايبر موبيليتي، علاش بور كومبونسي هنايا اللي كاينه هاد لا غيدور، او ميم طون هنا كاينه اون غيدور ايل كومبونس لو مونك دو موبيليتي دي زيبا سوبيريور اون اورانج، ايل فودرا ليبيري لي زون غيد اون اورانج فيا لورتوكينيز. عاوتاني هاد الجهه تاع هي خصها تليبيرا، اذا غنخدمو على هنا وغنخدمو على هاد لو كوتي باش هاد ليبر موبيليتي تولي في بلاصتها. هنا ان اكزومبل تاع تاع مسيو روبير بيغيت اللي معروف وعطى الكثير في الفوتبول افيك مسيو كريستوف، هنايا في ان بيلون تاعو لو بيلون بوستورال اي لو تريتمون كي كو جي سويفي انسويت ما بيرمي هادي الهضره داك الكلام تاع مسيو بيغيت دوبتيميزي مون طون دو ريكوبيراسيون، يعني هو تيشهد بهاد الشهاده تاعو. وهنا غادي نشوفوا لا كاليتي، روبير بي افي اون تري بيل ماتش، يعني لا مارش كانت مقاده وغادي نشوفوها في اللوجيسيال، إلا في جوست ان ديفو دو ماشوا اونيكومون اون لوي امي اون اورتيز بيكال اكتيف كينوكول، يعني قال له بلا ما دير لا سوميل بوسكو لا مارش تاعك الي بيان ايكيليبري لو فيت لي غيشوف لونتيريوريتي دو لا تيت. وحنا غنشوفوها دابا هي هادي ملي دار ليه لاناليز تاع لو في دو فاس او في دو دو هما مزيانين. مي هنا تنشوفو لي كيوب، دابا نتفكروا الكوب اللي شفنا اجوستي قبيلات بالمارو، هنا ها هو عنده او نيفو دو لا تيت راه فيغ لانتيريوريتي، ها لاكس لي خصو يكون فيه، دونك لا تيت بارابور ا لاكس راها اون افون، وهنايا لو كوب تيبين انه لانتيريوريتي. دونك شنو لقاو؟ عنده كلشي اجوستي الحمد لله، ولي ميسكل معاونينو، ما عندوش اون فيبلاس ميسكولار. ها هو فاش دار، دونك هنايا دار لارش الي نورمال 120 دوغري لا نورم لقاها نورمال، وهنايا لارج انترن بي دووا 142، ولا نورم هي ملي تنديرو لامبليتود هي 150، ما كاينش اون غون ديفيرونس. راه هنا عندنا لا جيتو تشوفو هنا لاناليز اللي تعطينا لو لوجيسيال عندنا 21.8، اذا هنا لا غيدور عندنا اون ليجير غيدور، لان ما بقاش له بزاف باش يدير 30 دوغري. هنا غنمشيو لو بي غوش، لو بي غوش نورمالمون لارش عندو 120 مزيانة، حيت هنا ملي تيدير لونغل هنا عندنا 143 الو هناك 142، يعني كاينه اون سارتان غيدور، غي كتا هي ماشي داك لا غيدور اللي تخي تخي دور، يعني راه غي عندو موديري، وراه هنا عاطينها بلورونج. ملي تنمشيو تنشوفو هنايا لا مارش، ملي تنمشيو لا مارش تلقاوها بريسك بريسك فير، يعني لا مارش بلي ميسكل اللي عنده كان لو بون تايمينغ اونتخ لو ميسكل و لا و لا و لا بوز دو بي. هنا راه كلشي اون فير، لا مارش لي ميسكل تاعو مساعدينو باش عنده لا مارش مقاده، اذا ما غيتعذبش ان با كومبونسي او نيفو تاع لي بي ولا او نيفو دي جونو ولا هذا الى ان بون مارش. اذا هنا واخا تشوفها هنا راه غير ان موك ان تي بو، اما هي راه بحقتها انا بوغ موا الي بارت هادي ما عندي ماشي مشكل. وهنايا تنشوفو لونغل سوطانيان دغوا، يعني هنا تنشوفو البوان دي بي، هنا باش تنشوفو شنو هي داك لامبليتود لي غطلع، حيت علاش هنا تتساعدنا باش تنشوفو لو ميسكل هنايا داك لو مولي واش لي اي فونكسيون بيان، تطلع وتنشوفو هنا نورمالمون غادي تكون غادي تكون نورمالمون هنايا بوان دي بي غادي تكون هنا لانفيرسيون غتكون 10 وهنا عنده 20، يعني داخله في لي نورم. هنا باردون تنشوف هنا واش بوانت خصها تكون اون لي فيرسيون انفيرسيون،
وهنايا عاطيين غوش 15 دوغري الوغ كو خصها تكون غي 10، يعني سوبيريور، يعني هي ديجا بهاد ليكوب راه تتعطينا فيغ، يعني راه عنده اون بون ميسكولاتور ولا تتعطينا اون بون امبليتود، لا غيدور اني با لا. هنا كاين لو بيلون بوستورال كلينيك دو ان اكزومبل دان اتليت، هنا ماشي فوتبول، وهنايا تيبانو لينا عنده اون غيدور، هو هنا ان اتليت لو بروبليم تاعو كاينه اون غيدور، روكارد نورمالمون خصها تكون عنده 120 ياك 120 هنايا، الوغ تلقاو عنده واحد لو بي كرو 138، بي كرو 138، وفي لامورتيسمون تلقاو 9.8 9.3، والوغ كو خص لونغ اللي يكون عنده 230، يعني ما قدرش لارج ما قدرتش تعطي اون غروند امبليتود، وهذيك اللي ما عطاتش اون غروند امبليتود كاينه اون غيدور، وهنايا كاين لا فونكسيون هنايا، هنا لا فونكسيون لا باردون لا فونكسيون امورتيسونت اي لي بلوكي نورمالمون خصها تكون 30، هنا امورتيسونت يعني غير في ستاتي، الوغ لا غيدور تتكون في الديناميك، ديناميك عندنا اون غيدور نورمالمون دو 13 وهي دو 30، راه فريمون راه ما وصلش حتى 15 دوغري، يعني اون لا بغينا نقولوا اي لي غروند اون غروند غيدور، وعندو لارج كروز. هنا في لا مارش تاعو كاين اناليز دو لا مارش، احنا تنشوفو كوم كوا عندو نورمالمون خصها تكون 12 الوغ كو في لا بروبولسيون كاينه غير 3.3، اذا هنا اون غروند غيدور. وهنايا لا نورم في لامورتيسمون، لامورتيسمون سافا الى نورمالمون خصها تكون 12 وعنده 11.6. هنايا لاناليز دو لا مارش كاينه هنا 2.2 و نورمالمون خصها تكون 12، يعني هنايا في لو كوتي غوج اون غروس ريدور فريمون في لا فونكسيون امورتيسون ولا في لا فونكسيون بروبولسيون اون غروس ريدور. دونك كنا هضرنا على لو بي وهضرنا على لي زامبليفيكاتور وهضرنا على لا تيت، غنشوفو لو سونتر دو كور فاش نقصو يكون غالبا تيكون لو ديافراغم، الا ما كانش ان ديافراغم بيان ايكيليبري راه تيأثر لينا اوسي على لا بوستيور، وكنا هضرنا على لوكسيجيناسيون اوسي كنا هضرنا عليها، الا كانت راه تتأثر على لا بوستيور والديافراغم هو اللي غادي لا بون ريسبيراسيون غادي هنا لو ديافراغم خصو يهبط بواحد لو موفمون جوسكا سيرتين امبليتود، دونك الا كانت عندنا اون كونتراكسيون تاع لو ديافراغم حتى لا بوستيور va être touché en même temps le diaphragme là il est relié la chaîne ascendante la chaîne descendante il est relié donc là partout le diaphragme il a un problème il va agir sur la posture le bassin il a qu'on a parlé عليه il a qu'un مشكل تاع différence des membres inférieurs problème au niveau de l'alimentation il a qu'un a des problèmes au niveau des viscères ballonnement intoxication يعني راه لا كان لي فيسير ولا بالمون غونفلومون سافا اجير او نيفو لومبير غادي تجر للامام و ايفون داك ليكونومي دو لا بوستور سافا روتونتور سور لي ميسكل انترا لي ميسكل دو لا انترا فيرتيبرو او نيفو دو لا كولون فيرتيبرال. وهنا نقدروا شنو طرا لنا تيكون عندنا مشكل تاع لي ليزيون دو تيب انكونسيون بروبليم دو سيكاتريس ولا ميكرو غالفانيزم، وغالبا هنايا غادي نعطيو مشكل تاع اللي كاين اللي هضرت على لو كوتي تاع ليكترو سونسيبيليتي كاين لو ستيريليشي لا فام اللي تقدر يدير لنا بروبليم دو ميكرو غالفانيزم وتقدر يدير لنا بروبليم دو كونتراكتور ميسكولار لا سيكاتريس بيان سور. وكما هضرنا على ليبراسيون دي زاديرونس علاش يطرا بعض المرات يطراو لينا دي ميكرو تروماتيزم ولا ميكرو بليسيور ولا هذا وفاش تجي لا سيكاتريزاسيون هذيك لا سيكاتريزاسيون تطرا بحال اون سيكاتريز ماشي اون بون سيكاتريزاسيون يعني بحال ان تيسي فيبرو اللي تيولي سيكاتريزي اون سي فيبروز وتما هذاك البروبليم اللي تيطرا لنا تيكون ان ديزيكيليبر دونك الفو لو ليبيري الفو لو ليبيري بار دي ماساج ولا بار سيرتان بريسيون باش تحيد لنا هذيك لاديرونس. و ابري اللي شفنا لي بروبليم تاع لا بوستور و لي كوز و لاناليز بوستورال هنا كاين كومون بو ريزودر لو بروبليم و لو بروبليم كاين اون ديناميك و او ميم طو il faut rééduquer la propre perception donc il faut renforcer
faire le renforcement, renforcer la proprioception et renforcer la coordination. Donc, je crée des mouvements et en même temps, il y a des sangles ou les sangles qui sont en quelques minutes, alhamdoulilah, tu as le bon fonctionnement. Par exemple, là, quand on a des problèmes, tu as le muscle fessier moyen qui est atrophié. Donc, tu as des muscles latéraux pour renforcer le muscle. باش اذا كان عندنا اون ستابيليتي او نيفو دو باسا ولا باغ اكزومبل هنا تاع تنديرو ولا بغينا او نيفو تاع لي جامب ولا او نيفو باغ اكزومبل هنايا تاع لي زيبول تنديرو كيلكو موفمون باش تساعدونا على لو رونفورسمون تاع لا كورديناسيون او تاع لا بروبريوسيبسيون ولا بعض المرات كاين اوسي لا ثيرابي مانيوال وهنايا او موفمون وتتبعوا هاد لي تراسي هاد المسارات مثلا هاد لا تراجكتوار و بور دو سوبرفيسيال تنشو او بروفون وهنا تدار سو مانيبيلاسيون ارتيكولار اي او نيفو مسكولار وغالبا تفضل لا بروميير سيونس اون بو ليبيري لي تونسيون و لا بروميير سيونس اون سون بلو لا دولار و سا ديبون دو لا بروفوندور اوسي دو la cause. Il a quand même un peu profonde quelques séances qui sont nécessaires pour délibérer et débloquer la posture ou la contracture musculaire. En même temps, on ajoute les articles pour bien sûr avec l'analyse, on a fait la cause, ou est-ce qu'il y a l'œil, ou est-ce la bouche, ou est-ce ensemble. Et donc, on fait le renforcement par la planche oculaire, ou là, les activateurs vitaux, ou là, la semelle, ou là, les semelles, peut-être pas moi, comme préventive ou comme état d'entretien. Il y a vraiment peut-être les genoux ou là, le bassin. Donc, quelques conseils pour renforcer la posture ou à être bien équilibré. On était marché pieds nus sur le gazon, la terre et à l'intérieur de la maison. À la plage, on peut marcher pieds nus, mais il faut s'y préparer progressivement. Daïman, la progression, daïman, subhanallah, l'autre, c'est le bon fonctionnement. À la maison, marcher pieds nus pour laisser les pieds se reposer. Donc, à éviter les chaussures, les handhomes, pas les pantoufles ou les babouches, vraiment à éviter. C'est les babouches berbères, les zouinines. اللي تيهزو من اللور داك لاغيير تاعهم علاش باش ما يخليوش داك لي ميسكل اغريبور دي بي تبقاو غير بحال تنشدو داك لي ميسكل اللي في لي زورتي تاعنا اون جورني بورتي دي سيمين ستيمولون il faut une mastication bilatérale باش نكيليبريو لي جو شونجي دو سيبور طون كو بوسيبل بالنسبه لي زيو il faut faire une alternance d'heure écran papier pour les enfants. Tant que l'enfant est en croissance, il est possible d'agir sur la structure articulaire. Solliciter sa musculature pour pratiquer du sport. L'idée est même pour une pratique de sport, de préférence, il faut agir tôt pour ne pas avoir après un problème au niveau articulaire parce que quand la croissance est terminée, c'est vrai, impossible d'agir, mais pour moi, quand même, il y a un espoir, mais quand même, alhamdoulilah, il y a un corps qui se régénère, quand même, il va prendre du temps. C'est pas facile. Il faut, parce que la lésion est trop profonde quand on arrive à un niveau articulaire. Seule possibilité d'agir sur la coordination et sur la force musculaire, sur la proprioception et sur une aide structurelle. Semelle qui ne peut pour éviter l'accentuation des déformations et assurer une fonction normale. Donc l'orthokinésie ou la posturologie dynamique, elle permet de trouver les causes mécaniques qui désorganisent l'homéostasie corporelle, yani l'équilibre corporel. Donc cette sadhana, il nous permet de rééduquer activement par la manipulation dynamique, par la rééducation kiné posturale orthodynamique, ou en même temps on peut ajouter aussi les sangles, donc les bandes, c'est ce même les sangles. En même temps, on va aider le traitement ou la renforcer par les activateurs bipos, par la planche oculaire, par les semelles actives et sangles. Donc l'objectif de la posturologie est la correction du système sensoriel, des capteurs. Alors, l'information, ce qui permet de symétriser le tonus postural. À tous les deux côtés symétriques,
pendant assez longtemps pour qu'il devienne un acquis. دائما لا ريبيتيسيون لا ريبيتيسيون دائما اولو سوليسيت اون كوريج لي كوز باش مع الوقت غيولي انكي وتولي داك لو سيرفو دائما عنده لو بون فونكسيونمون. من نهار اللي نبغيو نديرو ان ايفور ما يترناش داك المشكل كوم كرا اني با سوليسيتي ونطيحو في لي ميسكول تاع لي موكو تروماتيزم وما كايناش واحد لا ريزيستونس او شوك. اي جو فو رومارسي انفينيمون وسمحوا لي على la patience تاعكم. Merci beaucoup. Merci à vous, docteur. Merci à vous pour l'excellente exposition. C'était vraiment riche. C'était un honneur pour nous. اسم يعني أعضاء الخلية كاملين واسم الضيوف اللي حضروا الانترفونسيون ديالك بغي نوجه لك يعني أرقى كلمة الشكر على المعلومات القيمة اللي تقبلناها اليوم. من كثرتها عمرنا بزاف الأوراق كنكتبو. الله يبارك فيك شكرا بزاف. حنا غير ملي سميتو البون ديال الانترفونسيون ديالك كنت كنوطي شي pardon ما تسمعكمش. يونس كان هنا يونس ما كنسمعو الصوت ديالك اكتيفي الميكرو عندو مشكل كونيكسيون جو بونس. شو بوا لا باغ سي محمد بونك واقيلا تعلو كمل كونيكسيون كيما قال السي حسن. دونك كنشكرو الاستاذه الدكتوره عائشه على العرض القيم صراحة اللي استفدنا منه شيء كثير. كنشكرها على قبول الدعوة. ودونك بالنسبة للإخوة اللي معنا قبل ما يفتحوا الأسئلة أو النقاش عندكم ديك الخانة ديال الشات يمكن أنكم تستعملوها اللي عنده شي سؤال ولا شي تدخل من أحبابه. دونك غير واحد يعني واحد لابتيت بريزونطاسيون ولا أن ريكابيولاتيف للأستاذة دكتورة عائشة بالنسبة للإخوان اللي ما تحقوش معنا من الأول. دونك تحدثت لنا على لوتروكينيزي كوم إن ديسيبلين يعني اللي هي تخي ريسونت واحد لا ديسيبلين كتهتم لاناليز ديال لي بوستور. تكلمت لنا الدكتورة على توسكي اون غلاسيون افيك لا بروبريسيبسيون لا يعني الحساسية العميقة. شفنا لي كابتور سنسوريول يعني كل سوا اللي ليغامون الميسكل اكسيتيرا. دونك الاهميه ديالهم في لا جيستيون لا بوزيسيون ديال البوكوريمر في الاسباس. ابخي شفنا مع الدكتوره لي كوز دي تروبل يعني بوستيرو كوتا سوا دي غولاسيون افيك لا بوش ولا لي زيو كيفاش دوك التقويمات ديال الاسنان غير متراصه ولا الاسنان فيهم بروبليم ديال يعني تكون فيهم السوسه كيفاش كياثروا على لا بوستور ديال لانديفيدو. شفنا كذلك لي زيو دو بروبليم كيكونوا فيها et aussi l'oreille interne. Et après, je suis là où je suis là, les mécanismes de la posture, autrement dit, yani, le fait simple d'une petite inclinisation yani, au niveau de yani, la roqba, qui est l'effet indésirable de la posture. Je suis là, c'est l'amitié de l'opinion, yani, l'activation, l'augmentation de la sensibilité des récepteurs qui connaissent le gel, qui va se faire la sensibilité de l'homme. ابخي شفنا كيفاش لاليمونطاسيون بشيشيزم كيفاش انهم يكون دي زومبليفيكاتور اللي اغرابيو لا سيتياسيون مال جيستيون ديال البوستور. دونك بزاف ديال المعطيات اللي صراحة كنا غاكين عليها وحنا كيعني كمدربين وك يعني ناس ديال الملعب وديال لي تيغان كنا كنشوفو مثلا كنضغو في غاو المستوى العالي وكنشوفو المستوى العالي علاش لانه كيهتمو بزاف في الديتاي. كنشوف في الاول العام كيفاش الناس كيديرو
كيفاش يريكروتي واحد الجوار، كيفاش كيديروا لي تيست، من اهم لي تيست يعني كيفاش هاد يعني كيفاش كيديروا لي تيست على يعني على مستوى الفم، وكيفاش يشوفوا الاسنان واش متراصه، واش كاين فيها بروبليم، ماشي يعني حبا في الابتسامه ديال اللاعب ولا هذا، ولاني عارفين ان يعني كاين دي يعني مشاكل صحيه اونيفو ديال البوستور اللي كدير هذا المشكل هذا، واللي ممكن تأدي باللي بليسور. تقريبا بوصل الموضوع، حاولت نهضر على النقاط الاساسيه اللي ورا، كنشكروها بزاف بزاف. دونك اذا كان معنا يونس يتفضل، سينون نشوفوا الاخوه اللي عندهم تساؤلات ديالهم وبغاو يتدخلوا. وشكرا بزاف. سميتو تراسيون المشكل ديال لا كونيكسيون. بغيت غير نكمل باللي كنتضبطوا في لو مومون اللي كنتي الدكتور كتهضري وكتسميتو، كنا كناخذوا دي نوت هكذا وكنسجلوا، ولقينا باللي بصح الا رديتي البال في الجروب اللي حنا اونطونك دي زونترينور، الا كتشوف الجروب ديالك كله راه بزاف ديال الحوايج اللي تكلمتي عليهم بصح هاد القوام اللي راه هما اللي كيأثروا بزاف على لا بيرفورمانس ديال الولد. مثلا كتلقى واحد الولد مثلا انا كيلعب كلوار غوش، كلوار غوش، وهكذا لابوسيغ ديالو ديما تتميل لليسار، ديما كتكون مايله شي شويه لليسار، الفورس ديال انه تيلعب بزاف باليسار وفي كوتي غوش وهذا، كتلقى بلي عنده هذاك المشكل. كتبقى تقول ليه لا ما كعوج وقف المقاد وهذا، اولا كاين عاوتاني اللي كيكون عنده المشكل ديال لا ريسبيراسيون بسبب اللسان ديالهم تيكون بزاف، ديما اللسان ديالهم تيخرج على برا. دونك ملي بزاف الحوايج هادو كاملين اكتشفناهم معاك دكتور، شكرا بزاف. قبل ما ندوزو لي زانترفونسيون ديال الاخوان اللي بغا يطرح شي تساؤل، نمشيو عند الصديق ديالك هو الاول، والصديق ديالنا سي حسن الجنوي، اكتيفي الميكرو ديالك. شكرا. كنظن الميكرو اكتيف ياك استاذ؟ كنسمعوك سي حسن. شكرا. اولا الله عليكم. شكرا. اولا الشكر الخليه ديالكم اللي عطاتنا هذه الفرصه باش نزيدوا نتعلموا مع الدكتوره عائشه. هنيئا لكم لهذه الاستضافه ولحسن الاختيار الصائب والمفيد، مفيد جدا. من بعد غادي نزيد نوضح لكم علاش. الدكتوره عائشه هي بالمناسبه هي زوجة مدربنا البطل رشيد طوسي، هي ربح كبير للرياضة المغربية بصفة عامة ولكرة القدم بصفة خاصة. بعد أن تعرفت عليها لأول مرة من خلال مداخلاتها العلمية في جلسات الكوتشينغ مونتال، حققت شيئين. الأول هو أنني لم أتردد لأتخذها كمرجع في جميع الممارسات ديالي في كرة القدم حاليا. بالنسبة لي مرجع كبير. والثاني هو طريف جدا، وهو أني عرفت أحد أسرار خبايا نجاح زوجها. ولا يكذب علينا عقنابل، ورأى أني عظيمة، امرأة عظيمة صراحة، لأن هناك خبايا كثيرة وراء كرة رجل عظيمة سياسة. أوكي. بالنسبة لهذا العلم اللي قدمت لنا الدكتوره، اللوغتوكينيزي هي علاجيه ووقائيه في نفس الوقت. هي في الحقيقه تكلمت لنا على الاحتراف. هذا هو الاحتراف، البطوله الاحترافيه ديال المغرب. الا ما كانش فيها هذا الشيء اشنو فيها لي كونطرا، كنديروا الكونطرا ونمشي للجامعه ودير الكونطرا وشكي وبكي. نو الدكتورة عائشة تكلمت لنا في الحقيقة على الاحتراف، وهذا هو اللي كيعمل الفرق بين الاحتراف الحقيقي والاحتراف المزيف. تكلمت لنا على لي بروبليم اللي يمكننا نعالجوهم بهذا العلم هذا، بهذا الطب هذا، اللي هو البروبليم دو ريسبيراسيون لي على لا بيرفورمانس، البروبليم دو لا ريكوبيراسيون لي على بيرفورمانس، البروبليم بوستورال. كاين بزاف ديال لي جين لي دولور ما كنعرفوهمش منياش، وكنبقاو نكومبونسي ونتعوجو باش نلعبو الكرة. تو سا لي على لا بيرفورمانس. دي بروبليم مسكولير، كومون جيري نو مسكل، لي بروبليم تكنيك، اي سون لي اوسي. دونك هذا هو الاحتراف. شكرا دكتوره. وفي الاخر عطاتنا دي كونسي اللي هما كيمشيو شويه مع ماشي شويه بزاف
مع لا كونسيبسيون ديالي اللي تكلمت عليها في لا كورديناسيون هذاك ليكسبوزي اللي درت هو لو غوتوغ على ناتور نمشيو حفيانين لو غوتوغ بحال اللي قلت لكم انا لو غوتوغ او تيغان دو كارتي لي بيان في دو تيغان دو كارتي وفي الاخير غادي نقول حنا لعبنا واحد الكره في المغرب وصلنا الى حد ما الى المستوى العالي ولكن ربي عالم دابا المشاكل اللي كنعانيو منها صحيا على عدد الحركه في لا كولون فيرتيبرال في لا روتول هادشي كامل لو كنا افيك لو سويفي ديال هاد الرعايه هادي اللي هي الرعايه الحقيقيه كما كنا نعطيو افضل ونعطيو اكثر وهادشي اللي كنتمناو دابا يكون مع هاد الجيل اللي ما جاي وشكرا دكتوره مره اخرى برافو شكرا سي حسن على المداخله ديالك القيمه شكرا ما بغينا نخليو هاد المعلومه حتى يدخل سي رشيد كتسناو تجي بحال تدخل حيت قال لنا غيدخل عاد مقدموه ولكن ماشي مشكل رشيد مازال مفهوم ماشي مشكله دكتوره ماشي مشكل ياخذ راحته ماشي مشكل قال هو التليفون الوقت راه الصوت تاعو بدا تيتسمع وانا بقا تنقول الوالده ماشي مشكل العائله وكذا ماشي مشكل نمشيو عند السي الياس كاين معنا الاخ الياس هو عضو ديال الخليه ديالنا عنده واحد المداخله تفضل السي الياس باردون لو سمحتي غير نشكر مسيو اجنوي على الكلمات الرائعه شكرا مسيو اجنوي الله يجزيك بخير وبرافو باغ لانتربريتاسيون وانا تبارك الله سي اجنوي انا اللي كنشوفو مرجع انا اللي تعلمت منه بزاف ولا يعني تيلمو باش يكون داك العلم مفهوم لا سامبليسيتي دي شوز ما هنا ديما كرة القدم ولا يعني غير ماما غير اللي في هذا ولكن سي نورمال او نيفو فيزيك وهذا تنبدا دائما في بريباراسيون فيزيك تنبدا نسقسي كومون فير هاد لا شارج هاد لونديرونس بوتيت دي شوز كومبليكي والحمد لله مع الكوتش اجنوي استفد الكثير و ما سامبليفي لي شوز ولقيت ان نورمالمون il faut pas suivre la nature كما قال مسيو اجنوي يعني اون ليس لي جوز او سبيسيفيك يا كان ناتيورال اي لو سيستيميك وفعلا زعما باسكو لو كور راه ماشي هي اون بارتي سيغمونتي راه انترولي وتنشكرك بزاف على الكلمات الرقيقه تاعك جزاك الله خيرا واحد الاضافه استاذ اسمح لي قطعك هو هاد الجانب هذا ديال لوغتو كينيزي من المزايا ديالها على انها ما كتاخذلكش الوقت لونطريمون سي با غالين تيخرج من لونطريمون باش ما يضيعناش الوقت ديال لا ليت كونتر كيفاش غادي نقولوا له لاتروفي تاكتيك باش نوصلوا باش لان ما عندناش الوقت بزاف خاصنا يفو طرافاي لو كوتي تاكتيك لو كوتي بيرفورمانس ولكن هاد الاضافه ديالك ديال هاد العلم هذا ديال الطب هذا كيجي باراليل ولكن ما كيديلكش الوقت ديال الحصه غادي تعملو ايور في لا كلينيك في لي تيست ايور سي تري بيان ما كياخذناش الوقت بوغ باش ما يخليناش نوصلوا تو سكي بيرفورمانس تاكتيك ميرسي واحد الطون او ميم طون ناتوريل او ميم طون يعني راه تنقدروا نديروا لا سيمين او بو سونتريني افيك لا سيمين يعني ان رونفورس صراحه كانت مداخله رائعه وافيك ان ستيل بسيط بزاف وسلس في لا بريزونطاسيون طريقه شرح المعلومات وصراحه اول عنصر نسوي كيقدم في هذا البلاتفورم ديالنا دونك كانت لا بريزونطاسيون كي تي تري تري كلير اي بريزون اوريجين السؤال ديالي يا استاذه هو في تي دو بري بوستور لي ديفيرون بوستور كاينين قد يكون ان ديزيكيليبر عندنا حنا ما حاسينش به نهضر لك على داك لو ديسكيل او نيفو ديال لاكات باش كيكون هو غالبا كنكونوا كنعانيو منه حنا كاملين
à force d'utiliser le téléphone, les PC portables, donc quand on a des équipes au niveau de la tête, quand on a des accès trop forts. انا بغيت غير نسولك دونك شنو الطرق ولا التمارين ليكزيرسيس باش نديرو كونبونسي هاد ديزيكيليبر هذا باش الطرق ولا ليكزيرسيس كون بو فيغ باش على الاقل نحاولو نكونو بيان ايكيليب. وشكرا السؤال ديالي شكرا بزاف شكرا بزاف شكرا استاذ الياس وشكرا على الكلمه الطيبه تاعك وانا تنالي الشرف نكون معاكم وفرحانه بزاف والحمد لله اللهم يسر فوق ما كان الحمد لله الجمع وهذا راه ربي سبحانه وتعالى يسر بخير. بالنسبه للسؤال تاعكم استاذ يعني الا كان بروبليم تاع لاتيت ولاتيت غالبا تتكون اون انتيريوريتي لاتيت حنا قلنا فيها كاينين دي كوز اون فا شيرشي لي كوز غنشوفو واش كاين مشكل في العين واش كاين مشكل في الفم اش من مشكل اللي كاين في الفم واش في التصميم الاسنان ولا مثلا عندنا جو بارلون باراليل على ليكترو سونسيبيليتي بعض المرات يكون كيما قلنا داك السلك ولا هذا راه تيدير واحد ليكترو سونسيبيليتي وغادي نديرو هذوك لي تيست نقدروا نديرهم غير مانيوال ومن بعد الا كان عندنا اوكليزيون راه ضروري ضروري راه ماشي ميكانيك راه بروبليم راه كوبيرسبكتيف راه بروبليم فريمون اون غالير الا كانت غير ما بقاتش الفم تاعنا راه لي طونسيون ميسكولور او نيفو سيرفيكال راه هذا ولا او نيفو دو كران vraiment en galère donc la ضروري خصنا الا كان شي حاجه اخيتي اتريتي من بعد هادو دي شوز على لوكليزيون من بعد احسن حاجه بعد مره اش كنديروا نورمالمون هادوك لي زاكتيفاتور بيكال كنديروا مثلا غادي احنا ان شاء الله كنتمنى من الله ملي جا هاد الشيء كوفيد ما قدرش هادشي يوصل للمغرب مي اون كور ان شاء الله لان باش او موا تجينا سهله بحال دابا اونيفو تاع داك لاكتيفاتور فيتال الا كان عندنا مشكل تاع بروبليم دي جو ولا لا ميسكولاسيون بور رونفورسي غادي نديرو داك لي زاكتيفاتور فيتال وكنبداو باغ دو مينوت تخوا شويه لان شي حاجه راه تندخلوها لهذا ما مولفينهاش كل واحد لا كاليباس في الاول ومن بعد نبقاو نتولفو عليها وغنوليو تنديرو تال ان كار دوغ تال 20 مينوت باغ جور وشاك جور شاك جور نقدروا بعض المره الا كان بروبليم دو رونبلومون ولا هذا نديروها حتى في الليل سورتو هذاك اللي تيعض على سنانو بزاف نقدروا نديروها بالليل. اذا هادو من بين الامور اللي نقدروا نساعدوا بهم او ناتوريل وتعاونونا في ديزيكيليبر هادو يعني هاد الامور اللي ما تحتاجوش لينا مثلا ان بروبليم تاع مولير ولا بروبليم شي وحده اللي ما قادهاش ولا انفلون او ميم طون بالنسبه الا كان بروبليم تاع لو تنديروا داك شويه ديال لا كونفيرجونس الا ما كانش فيه مشكل تاع لا في ولا محتاج لي لونات دو كوريكسيون يعني هنا لا بريفونسيون ولا لو رونفورسمون تاع لي لونات يعني غادي نبقاو مره مره كوم بريفونتيف هذيك لا بلاك اوكولير 2 ا 3 مينوت بار جور نقدروا ماكسيموم نمشيو 10 مينوت الا كانت من بعد راه صافي غنبقاو غير 2 3 مينوت وحنا تنساعدوا راسنا وهادشي كله غيساعد لينا لو بور دو لا تيت غيرجع لنا يعني لاكس فيرتيكال كاين بعد المره الا كان مشكل لارتيكولاسيون هذيك الساعه هي راه هذيك لاكتيفاتور ديكال غتساعدنا غتساعدنا باش لارتيكولاسيون تبدا وترجع في بلاصتها وتخدم. شنو مثلا يقدر يكون كان بعد المره الا كان عندنا دي كونتراكتيغ او نيفو دي سيرفيكال غنحاولوا بعد المره نديرو كيلكو ماساج باش نليبيغيو لي طونسيون ولا لك هنا او نيفو تاع او نيفو تاع لو كو كان بعد مرة دي تروماتيزم ايفيتي كان بعد مرة تاع لا نديروها بطريقة بالجلوس يعني مقاد انيمي وما نحليوش راسنا باش هادوك كما قلنا هادوك ما نهزوش الفوكس فوق العنق تاعنا. تنتمنى لكم واضحة استاذ الا كان شي حاجة قولوا لي زعما سي بون سي بون شكرا بيان روسي شكرا استاذ بزاف بارك الله فيك شكرا دكتور سي تكلير ديزوليشن عند سي محمد رافيل تيتسنى السلام عليكم السلام عليكم محمد رافيل اسمع لي واحد دقيقه واحد راشد جاي يسلم عليكم السلام عليكم كاميرا مابقاش كتبان دكتوره هاي اش بان يوسف؟
تفضل سي رشيد. مرحبا بك. السلام عليكم. السلام سي رشيد. سمحوا لي لا تاخر والله الا من كونفرنس كونفرنس. انا في واحد الاكاديمي وعندنا اون بارتناريا دابا مع الاخوان ديالنا في الاكاديمي اون الجيري وقطعت معاهم كي سمحوا لي. علاش؟ باش حيت نسمع ونجي نسلم عليكم، لانه وعدتكم باش غندوز الاخوان كلهم. سي دي زامي حتى سي سامي اللي مبرك لنا في سامي تاع سنة جنوي صافي بريزيد. نتمنوا العيشه يكون نال الاعجاب ديالكم، وان شاء الله جدي ابو تر ديسبوزيسيون تاعنا الا بغيتو نشارككم نبارطاجي معكم ليكسبيريونس ديالي ان شاء الله بكين غون بليزير. و كما انا ما خرجتش الصوير خليت لا كونفرنس قدام وجيت غير باش نسلم عليكم، لانه شنو نقول لكم وزيت واحد لوميتي نحافظوا عليها وفي السوق خصنا نعطيوها الاهميه ديالها. Bien sûr, notre pays a besoin de tout le monde, et surtout des gens qui sont académiciens comme vous. Bien sûr, comme j'ai dit à Sir Hassan, l'ère du changement, déjà. Mais il faut y aller faire le changement en douceur. Pour que. Docteur, vous avez activé le micro, vous avez désactivé. Je suis très heureux d'être parmi vous qui vous êtes la crème des gens qui viennent inchallah les encadreurs à qui ben c'est Hassan avec la philosophie de l'Irada à qui ben il choisit l'équipe les la même philosophie. Et je crois que je vais adhérer à la philosophie, là, je suis un adepte de la nouveauté. Ou toujours la nouveauté, il a des réticences, mais toujours il faut militer. Et je crois qu'on ne peut pas y arriver l'objectif, que la visibilité de la Tracewa, si on ne se serre pas les coudes, si on soit toujours à la page de la nouveauté, surtout que maintenant, et à côté de moi, ma femme aussi qui me pousse fait de la neuroscience. Et actuellement, le sport d'une façon générale et le football d'une façon particulière a besoin de l'adolescence pour chercher la performance et aller voir. Merci. Ah, c'est Rachid, avant de commencer, رسمي في لاسيلول معنا السي عبد العالي الرفالي والسي عبد العزيز الحراري كمنسقين ديال الخليه، يعني هما التوجيه والتقطير ديالهم. كاين معنا السي عبد العزيز، راه واقيلا بغى يقول لك شي كلمه. السي عبد العزيز داكشي. السلام عليكم سي رشيد. السلام عليكم. مدة ما شفنا. طبيب بليزير، كلشي بخير لاباس عليك؟ الحمد لله بارك الله فيك. شفنا المداخلات ديالك واخا تبدا على شي واحد كان لكم فينا، ولكن بغيناك تكون غير في البلاتفورم ديالنا حتى هي ان شاء الله. وما دازت لله عيش ديالك مزيان ان شاء الله. مرحبا سي رشيد على الكلمات الراقية اللي قالهم، وندوزو المداخلة الثانية عند سي رفيع. تفضل خويا رفيع. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. صوت مسموع سي يونس؟ مسموع اخويا محمد. مسموع. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية تنشكر أعضاء خلية الإعداد البدني بسوس على هذه المبادرات الجيدة والجميلة، وتنشكر الدكتورة عائشة على العرض ديالها القيم والرائع بحقيقة، كم هائل من المعلومات اللي خص الانسان العادي او اي انسان خصو يعرفهم. ولما لا احنا كمدربين واساتذه التربيه البدنيه ولا كمعيدين بدنيين، هاد المعلومات الحقيقه راه غادي يفيدوا اكثر، ولهم دور كبير في لاميليراسيون ديال لي زونفون ديال لي جوار، وبالتالي ديال الفرق ككل. يعني في الحقيقه غادي يعطوا واحد الطفره وواحد التطور للرياضه بصفه عامه في المغرب. يعني معلومات فعلا رائعه، وتنتاسف انا في سفر ومتبع مع السياره وهربوا عليا شي فقرات. يعني تنشكر الاستاذه مره اخرى الدكتوره عائشه. عندي واحد لا كيسيون ربما لان مشى لي الريزون بواحد المده فيما يخص القضيه ديال لي بيبلا.
كاين بعض الاطفال اللي تزادوا ان عندهم هذا المشكل، واش هو مشكل اصلا ولا لا؟ لان كاين اللي تيمشي انا لغايه ان كاين البعض فيهم يعني مع المده، كاين اللي انا لاحظت انا شي وحده عندنا حنا مثلا في الجنوب اللي تيضطر ان يدير للطفل ديالو او الابن ديالو ديك لا سيرتيفيك ديال ديسبونس الا بسبب. واش هذا المشكل ديال لي بيبل مشكل، ولا ممكن انا عن طريق لي زونتر كيما قلتي انا الدري ما يمكنش يكون عنده واحد الرجل قويه ورجل ضعيفه يعني بارون تريمو ولا نخدموا بجوج تيولي كلشي بحال بحال. ما عرفت السؤال شفتهم دكتوره وشكرا، شكرا جزيلا مره اخرى. السلام عليكم، شكرا على المداخله تاعك استاذ، ونشكرك على الكلمات النيره تاعك. بالنسبه للسؤال تاع البيبلا pour l'enfant, دابا جوست 8 طون، جوست 8 طون الفورا مازال غادي سو ديفلوب ياك، ابخي 8 طون غادي نشوفو فعلا يعني إلا كان عنده أن بيبل نورمالمون سي فغي راه حنا قلنا لا بوستيغ، وإلا كان أن بيبل راه سأجي على سوغ لا بوستيغ سيغتو إلا عنده أون فيبلس مسكولار، مازال في بيبل افيك زعما أون مسكولاتور بيان فورتي وما كاين حتى بروبليم. هذيك الساعة ما كاين مشكل تنقدروا راه لو بون فونكسيونمون. سينو اون بو فيغ اون اناليز مثلا تاع لا بوستيغ ونساعدو بواحد لي سومين وكيلكو ريديكاسيون و سافا يعني الحمد لله سافا سو ريدغيسي لو كور سو ريدغيسي و افوار اون بون بوستيغ. راه شفنا غير داك سيغتو ان انفون كونت اون انترفيان الناس كبار يعني الحمد لله لا ريبونس سو بلي رابيد بارابور ان اج افونسي يعني الحمد لله كاين حل ما كاين ماشي مشكل كاين اون بو ريدوكي لو بيبل. شكرا ميرسي دكتور سي تي كلير. ندوزو لانترفونسيون التاليه ديال السي ياسر الداسي تفضل اخويا. سير ما كنسمعوكش اخويا مزيان كيتقطع الصوت واقيلا كونيكسيون. شويه كيتقطع اخويا سير الصوت. يلا ندوزو عند مؤمن بين ما سميتو نمشيو عند مؤمن. تفضل سي مؤمن. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أولا تنشكر الخلية على هذا التنظيم وهذا البلاتفورم اللي تديرو، وتنشكر كذلك الدكتور على هذا العرض القيم. دكتور عندي واحد السؤال اللي جيتك بخير، أنا شحال تنقلب على الريبونس ديالو ولكن جات فرصة باش نسولك. بالنسبة لدي بونت ديال الكرة، لدي بونت فيزيوال. Au moins les patients ayant souffre de la lésion vestibulaire aiguë auraient réduit leur capacité d'adaptation aux stimulations visuelles répétées. Ou tu vois des patients là qui travaillent les yeux, qui travaillent comme préparateur physique, qui travaillent pour l'éducation de la propre réception. Oui, ça nous explique bien la lésion, la dépendance visuelle. Je ne vois pas où je ne vois pas les SPF là. Au choc grand zèle. شكرا جزيلا على التدخل تاعك وعلى الكلمه الطيبه تاعك. بالنسبه لا ديبوندونس فيزيوال يعني نورمالمون راه 80% من نوت بروبريوسيبسيون كاين لوي نورمالمون، ولوي راها عندها او ميم طون داك لي كابتور بروبريوسيبتيف اون بليس تاع لوغان اونتي تاع لا بروبريوسيبسيون، وهي اللي كي نوزيد ا نو سيتيي دون ليسباس او ميم طون vu que il était en même temps t'as la proprioception ou il a une relation avec la chaîne de son dos puisque il y a tout la daïra avec les muscles qui ont une action oculomotrice. Une fois il a qu'un atrophie ou il a qu'un maintenant une vision au niveau vraiment au niveau de l'organe loin du pas de la vision ou de la vue ou là au niveau musculaire il a maintenant sera vraiment la tête agir là de la proprioception ou là la dépendance visuelle. يعني راه حتى هي اون يونيتي انترديبوندونت بحال لي زوت يونيتي، الا ما كانتش راه لا بوستيغ راه ما غاديش تكون بيان ايكيليبري سو كي روتونتي سوغ لا بيرفورمانس. شكرا. وي دكتور بالنسبه لو ترافاي ديكيليبر دي بروبريسيون سي سيفيزون بور ريميدي هاد البروبليم عند سبورتيف ولا عند لي جون. وي خصني غير ايديوكاسيون. يعني لوغتوبتيس
يقدر يعطينا لو دوغري تاع لو ديسفونكسيونمون ومن بعد خاطر غير ميديتاسيون اون فوا تدخل لا ريديكاسيون فريمون سي وما كانش لي زون كوز تو سيفيزون غادي تعطي وغتعطي اون بون بوستور بيان سور لا كانت لا سول اون جينيرال تيكونو انتر رولي اون جينيرال بروبليم هو او نيفو دو لا بوش. شكرا سي مصطفى على المداخله ديالك. شكرا دكتور هي الاجابه الواضحه. نمشيو للسياسه تكمله مزيان دابا مزيان اخي ياسر. ثم يمكن باش تكون الدكتوره لي فوليات معنا وتفضلوا لينا فان كومبليزير من محدثي بداتي موضوع سيلو بريباراتور فيزيك بروف دو بي اس دونك غيري كيسيون ديال لامبورطونس او نيفو ديال لو ولا لي فيزيون في ليكيليبراج كتبين حتى في الخدمه ديالنا كتبين الطرافي ديال الكليناج بلا فونت باش كيكونوا باش نقول لهم لي جوغ لي باش نقول لهم سيتو عينيكم راه كيكون واحد ديزيكيليب دونك راه كتبين لامبورطونس الاهميه ديال لا فيزيون اللي ديال ليكيليب ديال لا بوزيسيون ديال لو كورديال. دونك عندي تقريبا واحد دو كيسيون واش كاين دي بروبليم كان دي بروبليم اللي ديال لي دون واش عندهم كيكونوا عندهم دي سيفي على لي بوزيسيون مسكو كنا كنسمعوا واحد الوقت بان الا كان شي بروبليم في لي دون دونك يقدر يكون ديال لا بيبالي عشرة سيغ ولا لا هذه كيسيون. دوزيام كيسيون هو دابا لي تيغان سانتيتيك سورتو دابا حنا في فلاماتور اكسيلون عندنا لي تيغان سانتيتيك دونك عندهم ديزيفي بزاف لي جوار ديالنا دونك شنو هي السوليسيون واش نقدرو نخدمو لا بروبيسيبسيون كتار ولا كيليبراج كتار. بغيت نعرف بلوس دو موان بوان نيفو ديال الدكتوراه وكنشكرو افيك نو. شكرا بزاف. شكرا استاذ ياسر. شكرا على يعني الكلمات تاعك والتدخل تاعك جزاك الله خيرا. بالنسبه لفوت كيسيون يعني هضرتي على يعني الفم وقلتي واش تكون عندنا بليسيور ميسكولار فريمون عندنا اون ريلاسيون ديريكت لان لا كان لو ديزيكيليبر او نيفو دو لا بوش سا روتونتي في لا شين ديسوندون وكي بو روتونتير او نيفو دو تو لو كور يعني من بعد تولي كومبونساسيون وهذيك لا كومبونساسيون هي اللي تقدر اما دي شيرور بارسيال اما اونتورز اما شيرور مسكولار ولا بليسيور مسكولار يعني selon la répétition, la sollicitation de l'organe et le degré de la posture, la déviation. Donc, pour moi, avant, normalement, ou la, le recrutement, ou la avant, le début, les tests médicaux, de préférence, il faut faire le test postural, pour savoir vraiment on peut, sans problème, foncer sur notre préparation physique sans avoir de retentissement après l'exercice. Sinon, on va répondre à la machine. Ou le problème, ou maintenant, on va une surcharge, ou il y a le problème à la machine et une surcharge. Le problème au niveau postural qui ne supporte pas, il y a la faiblesse au niveau de l'ouïe. Ou le préparateur physique, pour lui, il y a un problème, l'analyse, l'auto-analyse, il y a peut-être un problème d'exercice physique, problème de force, problème de stress. Oui, il y a un problème de la posture pour faire une bonne préparation. C'est l'analyse. Il y a un problème de les chocs. وهضرنا عليهم كاين داك لي فلوز قاصحين والسينتيتيك وساروتونتي اون بلوس لا بوستور ما بقاتش لا شوسيغ نو كونفيان با او بون ديرولمون تاع ليكزيرسيس وزيد لو شوك تاع لا فلوز كي سينتيتيك عرفتي شحال من فاكتور داخل راه لحسن عوان داك لو جوغ وحسن عوان لي بريباراتور فيزيك زعما والله زعما تتبان ليا لا بوستور غتساعدكم مزيان او موان سيتيي لو جوغ تاعك فين كاين وحتى لا عرفتي داك بروبليم دي بليزيور باش تعرف منين جايه هما في هذا تقول حتى انا راه شت حتى بعد مره كنشوف دي جوغ لي فريمون عندهم بروبليم تاع السنان ما مقادينش ولا عنده داك الدقن اليكترو زي كوا وبارمي لي شت هاد الناس دي زيكزومبل هما اللي كانوا عندهم دي بليزيور ا ريبيتيسيون وكاينين عاوتاني واحد دي زونترينور اللي كانوا قالوا لنا لاحظوا ان هذاك اللي عندهم لي با
au moment تاع ليكزيرسيس هما لي بلو بليسي. واحد تخوا كانوا عند واحد اونترينور انه الى رماركي لو بلو لي عندهم لي بلو اون ريبيتيسيون هما هذوك كي بورت لي بال لي زاباري اورتودونتي. دونك نتمنى من الله استاذ نكون الجواب كان كلير. سي بون ولا كاينه شي حاجه وقيله ما جاوبتش عليها انا؟ لا لا سي بون دكتور. Je pense là quand les gens vont être docteur, je suis vraiment bizarre. Deux ans, je me suis dit, je me suis dit, على المداخله ديالك. وكنتمنى ان هذا يعني هذا الدومين هذا يزيد
يتطور ويعني ويخدموا عليه سيرتو لي جون باش هكذا يكون اكسيسيبل لي كلوب ديال المغرب كاملين في لي سبور كاملين ماشي غير في الفوت. لان كما قلتي الا كان تيست ديال لا بوستور غير فينا من بزاف ديال لي بليسيور وحتى ملي كنقلبوا على لا فورم ولا لا كونديسيون فيزيك اللي بغيو نوصلوا بها مع اللعبه ديالنا كوم سا يعني غيسهل علينا هادشي كامل. انا راه كيبان لي بلي راه في المتناول انك دير ان تيست ديال لا بوستور من تبقى تصيفط الدراري اشاك فوا لي غيم وسميتو بلوس يعني العمليات وهذه والتحاليل دونك غيكون بزاف. دونك قبل ما نختموا هذا كاين واحد الاخ يوسف كاريمو بغى عنده واحد السؤال عاد نعطي السي عبد العزيز. مرحبا سي الاخ يوسف. مرحبا. شكرا سي يوسف. شكرا للخليه التنظيميه ديال جهاز اسمها على لي فيزيو كونفرنس اللي تحفظنا بهم ابتداء من الحجر الصحي القديم. شكرا دكتور عائشه على ليكسبوزي ولا بريزونطاسيون اللي دوزتنا اليوم. نسول الدكتور على لامبورطونس ولا لو بينيفيك ديال داك لونترينمون بيانو. دونك حنا عرفنا لامبورطونس ديالو شي لي جون شي لي زونفون مثلا 6 2 زون كنخدموها في لي زيكول وكنخدموها يعني لي زونترينمون كيعرفوها بلا ديفيرونسياسيون. حنا في لو تيرم لا تيرمينولوجي ديال لونترينمون كنسميوها لا ديفيرونسياسيون. وعرفنا لامبورطونس ديالها حتى في نيفو ديال لافريك كنلقاو فرق باش كيجيونا دي جوار من لافريك كيكونوا كاينو في لافريك كيلعبوا بزاف حفياني. دونك هذاك لو توشي دو بال لو تير ولا باس كيكون عندهم لا كاليتي ديالو كتكون حسن منا حنا في المغرب حيت كيلعبوا اكثر منا حفياني في لو جوناج ديالهم. ولكن بغيت نعرف واش هاد لونترينمون دي بيانو واش يقدر يكون بينيفيك حتى مثلا في لي سينيور واش يقدر يكون عنده شي ان بلوس في لي زونترينمون بالنسبه لي جوار ثاني. شكرا دكتور. شكرا استاذ يوسف على التدخل تاعك. بالنسبه لا كيسيون تاع بيانو يعني يعني الا درنا الاطفال راه مهمه لي سينيور. علاش؟ لان ديجا بحال تن اون رونفورس لو كينيستيزي او ميم طون تن اون رونفورس لا كورديناسيون او لا بروبريوسيبسيون وبحال تنخليو لو بون فونكسيونمون تاع لو بي باش يدير داك لو رونفورسمون لا كورديناسيون او لاجستمون دو لا بوستور. وفي نفس الوقت الا كان مشى على التراب ولا مشى في الغازون ماشي يعني راه كاينه واحد لا ديشارج تاع الشحنات تاع لي ليكتروسنسيبيليتي ودا نعرفو تاع لي ليكتروسنسيبيليتي تحيد تدير لنا دوك لي طونسيون ولي غيدور ميسكولار يعني تتولي لنا واحد لا ليبراسيون دي موسكل وتدير لنا ان بون فونكسيونمون. راه ما عندها كل بينيفيت باش تمشيو لو بيان تان رونفورسي ولا بروبريوسيبسيون ولا بون فونكسيونمون. ومن بعد نحتاجو لي فور تلقاو انه لو سيستم بروبريوسيبتيف و لو روتور اللي ديجا بحال ديجا ميموريزي ما تيجيناش ان شوك وما تيجيناش دي بليسيور الوقت اللي نديرو لي فور. دونك يعني بحال تا رونفورسي بو ان ايتا بريفونتيف ونهار اللي نحتاجو غنلقاو. سي بون. شكرا دكتوره بارك الله فيك. مرحبا اخا يوسف. مرحبا بك وشكرا دكتوره. دونك قبل ما نمشي عند السي عبد العزيز باش نديرو لا كلوتور ديال لا سيسيون سي حسن الا كاينه شي كلمه اخيره سي حسن الجنوي. الكلمه ديالي كنت في الاول جمعت فيها كل شيء دابا بقات الكلمه لكم والشكر كله لكم اللي تحتنا هذه الفرصه مره اخرى باش نستمتعوا بهذا يعني بهذا العلم اللي هو ضروري في الكره اللي غادي يعطي واحد الوجه جديد للكره المغربيه ان شاء الله. وبالمساعده ديالكم بهذه الثقافه هذه غادي تزيدوا تطوروا حتى لازم ديالكم بهذه الافكار هذه الجديده. شكرا. مرحبا سي حسن. سي عبد العزيز القراري. يونس اسمح لي عفاك يونس قبل ما تعطي السي عبد العزيز كاين واحد السؤال في الشات كاين واحد السؤال في الشات اذا كان ممكن تجاوب عليه. يلا بالي اخويا. كاين دكتوره اسمحي لنا بزاف غنزيدك واحد السؤال مازال نشدوك. واحد الاخ الحاج جيجيلا اللي تيسول على ممارسه الرياضه على الارضيه الصلبه يعني واش عندها اضرار. ممارسة على الأرضية الصلبة دونك يعني بالحذاء ولا بدون حذاء؟ لا غالبا بالحذاء يعني تيهضر على فوتسال بحال فوتسال وفي لي بارك هكذا في الزنقة. واه دونك
هذوك اللي تكلمنا قبيله على الاحذيه اللي مديورين في الرياضه انهم احذيه ما دايرينش باش تساعدوا لو بون فونكسيونمون تاع الارجل باش تكون ناتورال. دائما ديجا بداك الاحذيه هو الاحذيه مديورين غير باش يساعدوا وداك يحب في الارض يعني يكون بيان، ولكن كما قلنا بهذوك الاحذيه ومع الارض صلبه باش تيترنا دي ميكرو كروماتيز يعني فريمون زعما راه الا ما كاينش داك لا شوسيور. حيت دائما اللي دابا تري ريكوموندي هما لي شوسيور مينيماليست، وهاد لي شوسيور مينيماليست ما كايناش عندنا، يعني عندنا داك لا شوسيور اللي ما تتعاونش لو بون فونكسيون دي بي. هنا يقدر يكون ان ريسك دي ميكرو تروماتيزم، و ا مون افي الا كان بلي سومين لي سومين كانت تي ابسورب داك لي شوك مع ال شغل نقول لك خصها تكون تتشبه المينيماليست، ما نقدروش نقولوا شاد رجلي لا فدر غنطيحوا في لي في بلاك، يعني لا سوميل اكتيفاتور اللي تتهز كي ابسورب لي شوك، يعني داك سوميل اللي شفنا بحال امورتيسور اللي تتلعب لو رول بحال الامورتي او ميم طو ان ستيم. اما لا سوميل تاع هذا ان فاس تيفي يعني من يعني نفس سي عبد العزيز حراري. السلام عليكم دكتورة العنشة. الله يبارك فيك. السلام عليكم. نورتينا وتشكراتنا لك بزاف على تقبل الدعوة في هذا البلاطو ديال البريباراتور فيزيك ديال سوس، ومشي غير سوس انه السيت كيفوت حتى خارج القارة الافريقية، كيمشي لاسيا لامريكا لاوروبا. علينا كنا مسرورين بزاف بهذه المداخله اللي نورتينا بزاف د الحوايج حنا كنا مدوخين فيها صراحه، كنا تنفهموها مغالطه، وهذا الشيء هذا هو تدينا الغرض منه. شنو هو لا بيرفورمانس ديال لي جون وديال الكبار ديال لي سينيور باش تكون هاد لوبتيميزاسيون ديال لا بيرفورمانس راه غريل بزاف ديال لي تيست. وهنا في نظري من خلال هذه المداخله ديالكم اليوم كتبان لي لي فاكتور بزاف اللي داخلين ميديكو تيست فيزيك كذا، هاد بوستورال راه بريمورديال بريمورديال لي سيرتو الباساج هذوك لي كاتيجوري جون. مالوروزمون بزاف ديال لي كلوب ما عاطينش قيمه لهاد العمليه هاد، لانه الا مشينا حتى قادينا لي جون في الباساج ديالهم قبل ما يوصلوا قادي ميم، لانه الا قادينا في الباساج ديالو ابارتيغ من بنجاما ولا مينيم ويطلع بروميير اني كادي سي فيني، وحطينا واحد لاتليت واحد جمهور في لي بون في بون سونس ديال لو جو. دونك كان بزاف ديال الحوايج خصنا نعرفوها، عرفناها من خلال المداخله ديالك بالاحترافيه ديالك. تشكراتنا ليك والسي رشيد حتى هو، وسلامنا الحار لكم، وتنتمنوا ان شاء الله لي زيكيب سيرتو يعطيو اهميه بزاف، ومن خلالكم نتوما ومن خلال الجمعيه ديال الاطباء الرياضيين تكون واحد الاهتمام كبير بالقاعده، لانه الا كانت قاعده مزيانه راه كلشي غيمشي مقاد ان شاء الله. شكرا، ونتمنوا مره اخرى ان شاء الله نلقاو في شي مناسبه اخرى موضوع اخر. ميرسي. شكرا ختام ليك استاذه الدكتوره. شكرا لك. دونك كلمه ختاميه ليك دكتوره باش نسالي ولا على المداخله تاع استاذ عبد العزيز، ما شاء الله في الصميم وتبارك الله فهم لا سانتيز من الدرس، الله يجازيك بخير. وفعلا جادير اللي قلتي كامله استاذ في الصميم، وتشكركم بزاف. تنشكر الخليه تاع الاعداد البدني تاع سوس ياك سوس درعا سوس وراني تانا راه من تم راني راه لا كنت باغي نسولك دابا نقول لك راه عندي واحد المعلومه ما عرفتش واش صحيحه ولا لا، واش الاصول من سوس ياك.
انا فوالا اي تبع عمران هي يعني راه بلادي راه سي عمر. سي عمر واش عندك شي علاقه مع سي عمر؟ عمر بوفين ديال الايفني. عمر ما نعرف والله حيت لان تبارك الله العائله ديالنا واو رياضي تاهو كبير و... يعني بزاف الرياضه وكيدير في بلادي تما ماشي يقدر تكون ويمكن يعني ملي من تبع عمران صافي دير راه كاين لوليا ديال العائله وكاين فوالا وفرصة سعيدة وأنا الحمد لله عائلتي اللي أنا جالسة معها وتنشكركم بزاف وأنا فرحانة وأنا تلقيت الدرس وتنتمنى من الله يكون قد القدر تاعكم ولا لا يخطيكم وشكرا ومسيرة موفقة للجون تاعنا والخالية تاعكم تبارك الله وفرصة سعيدة. شكرا دكتورة. شكرا دكتورة وإن شاء الله إن شاء الله مرة أخرى تكوني معنا إن شاء الله أنت والسيارة جديدة وإن شاء الله ضروري من واحد يعني كل حاجه رانا بغينا نقولوا عندها كما قلنا احنا ذات شموليه وان شاء الله عندها ارتباط عندها ارتباط وي فوالا عندها ارتباط بالذات كامله وبلا بيرفورمانس